صديقاتي أصدقائي الأعزاء، واش الصوت، هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ لاباس عليكم الدراري، كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ صحيحة؟ لاباس العائلة؟ أيه حسن، لاباس كيف ديما؟ الحمد لله. اش كتعاودوا الدراري؟ كلشي بخير. إذا الموضوع الساعة اليوم كيف ما كلشي كيعرفوا هو المقاطعة ديال بعض المنتوجات اللي كاينة، الحليب، سيدي علي، ليسونس. مزيان، اليوم غادي يكونوا معنا بزاف ديال المتدخلين والمتدخلات، بيان سور غادي يكونوا معنا موالي الحوانت، موالي المحلبات، هاي فلاحة، الناس اللي كيبيعوا الحليب ما كنسمعوش، هما بداو عاوتاني الناس اللي كيبيعوا الحليب. وكذلك غادي نشوفوا مدير التواصل ديال افريقيا، هو تيقدر يجاوبنا او لا. غادي نشوفوا رئيس الجمعيه المغربيه للمستهلكين، هي هذيك لحمايه المستهلكين، كذلك واش غادي يجاوبنا. وغادي نشوفوا احد الكوادر ديال البي جي دي، اي ديال العداله والتنميه، باش نشوفوا واش هاد الناس هادو هما اللي وراء الحمله او لا. المهم الاخوان، قبل ما نبداو بالروجو لهاد اللايف، بغيت يوصل الالاف ديال لي بارطاج، كون نتايا الاعلام البديل وخلي صوتك يتسمع وخلي الناس كامله تعرف. ماريو طلع في اللايف، حسن، اوكي، غادي نطلع في كل شيء، غادي نطلع في اللايف، غادي نطلع في جميع الاماكن. ايه واش غادي نقول لك؟ للاسف الحاجه اللي بقات فيا، باش نهضروا بصراحه الخوت، فهمتي، من الحوايج اللي بقاو فيا، ان بعض الناس سورتو بعض الفلاسفه، قلت لك بعض الفلاسفه، بعض الفلاسفه وخوتنا المؤثرين على الويب، اللي الناس كانوا اللي هزهم الشعب، انا نضرب صراحه، اللي هزهم الشعب، واللي هو اللي سبب، كان سبب في الشهره ديالهم، كان سبب في انهم ولاو حتى هما عندهم اسماء الى اخره. نهار وقف عليهم بنادم غير عاونا صاحبي، كلشي سكت، كلشي سكت. اللهم بعض الناس بحال راغب امين اللي كنوجه ليه التحيه، يعني انسان اللي طلع راجل، وانا نضرب الصح، انسان اللي طلع راجل راغب امين، وخا هكاك يعني كان خدم موقف، خدم موقف وقال. اما شي ناس واحد اخرين كنعرفهم انايا، يعني كنعرفهم باش هضرت معاهم، ما غاديش نجبد الاسماء ديالهم، ولكن هادو يوتيوبرز معروفين، يعني كيوصلوا الالاف المشاهدات، وما غاديش نخرج داكشي اللي قلت لي اللي في لي بوكس اللي هضرت بيني وبينهم، ولكن باش كنقول لي صاحبي راه شي حاجه اللي هي كاينه زعما، ما يمكنش الميديترو ديال الماء ب 6 دراهم، راه ما كتدخلش العقل. ميريكان لي ميريكان راه داير فيها 2 دراهم ولا 3 دراهم، كتقول لي ودي دير دير سير على الله، عاون الناس. قال لك خسر عليك، سمح لي يا خويا ماريو، هذيك لاباج كندخل منها الصرف، ما نقدرش نهائيا ندوز هذا الشيء. هذا بحال هذا، شنو غتقول لهم؟ انا ولد اخنوش. نعاود لك على با، يلا الدراري قبل ما نبداو، اللي بغيت لي في شي جروب يبارطاجي هذا اللايف هذا بالرجوله باش كلشي يسمع ليه، ونمشي نقلب على النوامر. بايش بغيتو نبداو؟ بايش بغيتو نبداو؟ بمالي الحوانت هما الاولين. السفيه ديما كيتفهم مبادرات الغير، بصح بصح اختي سيان، في اخباركم لاول مره في حياتي كنحس بالشعب المغربي متفق على شي حاجه، لاول مره، يعني لاول مره كتحس بان الحاجه هذا الشيء فات فيسبوك، يعني باش اليوم كتريح في قهوه ولا في التران وكتسمع، وكتسمع ناس كبار شارفين كيهضروا على المقاطعه، كتعرف بان فعلا صوتك وصل. وكتريح في قهوه كيجيب لي سيدي عليك يقول لي لا رد اخويا، راه كتعرف بان فعلا صوتك وصل. عادي الميلودي تحية ليه، على الأقل هذاك السيد ما كيبقاش في المنطقة الرمادية، يعني يمكن كنت قلت شي هضرة في حقه شحال هادي، ولكن على الأقل ما بقاش في المنطقة، في المنطقة الرمادية. الناس الآخرين ما غنهضرش عليهم، تحية لافامي بالمير، كذلك الأخوين بالمير اللي كتضلوا تسبوا فيهم وتعايروا فيهم، اللي كتضلوا تسبوا فيهم وتعايروا فيهم، ولكن في الأخر راه شفتوا وقفوا مع الشعب. نعطيك النيميرو ديال مول الحانوت اللي حدانا، احنا غادي دارينا بأخنوش. اللي عنده النمره ديال اخنوش يصيفط عليا في الانبوكس، يلا نقدروا ندوزو اليوم. طلع راجل داك السيد، وي وي طلع راجل، طلع راجل. على الاقل ما خداش منطقه رماديه، غادي نبداو بشي فلاح. ناصر اتصل عليا، انا فلاح، راهم باعوا لينا الزريعه هاد العام غاليه وها حنا تنبيعوها رخيصه. اوكي غيتا بناني حسن على الشيطان، مالك يا اختي غيتا، فهمتي. ندوزو الاول اتصال، ناخذ اول واحد معنا، يلا نبداو به هو الاول. بما نبداو، نبداو بشي فلاح، نشوفوا بعدا السيد هذا المعيط شنو بغا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، شكون معايا؟ ماريو.
هو هذا شكون معايا؟ معاك سارة من كذا. مرحبا اختي سارة، شحال في عمرك؟ بغيت غير نعطي كومونتير على هاد الحملة. ايه كنشوفك ماشي غير الشركة اللي متبرعة، حيت حتى دوك الكتابة وداكشي كامل اللي خدام معاهم ايه حتى هما تياكلو العصا، تياكلو العصا بدرجة كبيرة. وقالت لها شركة سونترا، قالت لك حنا سارة شحال في عمرك سارة؟ 19 عام. 19 عام، بيني وبينك انت ما عرفتيش تدخل مع الشركه ديال سونترال، حيت هاد الهضره هادي ديال سونترال. انا براسي ما كانش عارف اصلا، ما كيعجبنيش سونترال، كناخذ جوده من ناري. ايه ولكن هاد الهضره هادي، هاد الهضره هادي هي اللي افشاء عيوبها، باش كتبدا كتقول راه الشركه ما مقيوصاش، راه الشركه ما مقيوصاش، غير الفلاحه اللي مقيوصين. ما كنسمعكش مزيان، ما كنسمعكش. ما كنسمعكش يا ساره. نعم؟ ما كتشوفش بلي راه تقريبا واحد 60,000 واحد كتاب خدام معاهم، يعني تا هو كتجي فيه التقاديم بصح. يعني انت قلتي بان هاد الحمله هادي غادي نضروا فيها غير المواطن الدرويش، يعني الشركات الكبيره ما غاتقاش. لا هي غاتقاش ضرر كبير، ولكن هما قادرين يفوتوا هذه الازمه. اوكي مزيان، شنو هو الحل في نظرك؟ مداخل كبيره. شنو هو الحل في نظرك؟ الحل خاص الدولة اللي ديرو، سينو الدولة هي اللي خاصها تتحرك. لحقاش راه كاينين بزاف ديال الكتابة اللي تاهما لسهم تقا أكثر من الشعب، حيت كاين اللي عنده باش يشد، ولكن غير داكو على موض باش يقاطع. اوكي انا كيبان لي بان كيبان لي بان الكساب مقيوص، راه ميمكنش الحليب ايترو كيتشرى من عند الكساب ب 50 ريال وكيتباع للمواطن ب 7 دراهم، زيد تقريبا واحد 200% اللي زايده، يعني الكساب راه مقيوس، ما كتشوفش بانه جا الوقت باش حتى هو يهضر على راسو. صح، ولكن حتى هو خاصو، هو اللي خاصو يطلب انه يزاد، راه لانه خاصو يدار حل حتى مع هاد الكساب. ايوا شكرا لك اختي ساره، بقاي معايا، غادي ندوزو لشي مول الحانوت او لشي كساب اخر، بقاي معايا على الخط بلاتي، ندوزو لمول الحوانت هما الاولين. مول الحوانت ما كرهناش تعيطوا لينا تقول لنا واش بنادم كياخذ الحليب، وتقول لنا هنا مدينه واش داكشي بصح، ولا هاد المقاطعه كاينه غير في فيسبوك، يعني باش تعرف كل شيء. 44 ريال باش كيتخذ الحليب. مريم الصالح راها جارتي، هذا المقاطعه ما كاينش الاشخاص. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير يا صديقي؟ بخير لاباس عليك؟ الحمد لله خويا ماري. هو هذا شنو الاسم الكريم ديالك؟ اسمه خويا الكريم. حمزة انت مول الحانوت يا حمزة؟ خويا مول الحانوت. هي مدينة خويا حمزة جديدة؟ خويا جديدة، انت عندك حانوت في جديدة. انت من الناس المقاطعين لهاد المواد ولا لا؟ انا ماشي شعب خويا، ومن المقاطعين لهاد المواد. واخا حمزة، في الايام العادية شحال كنتي كتبيع تقريبا ديال من مترو ديال السونترال في النهار؟ لا شهرت لك كتشاط لك حبة ولا جوج. شحال يعني في النهار كله شحال كتاخذ مثلا؟ مثلا النهار الاول كتاخذ شي 20 بياس، وفي البار ديال الوقت كتباع كلشي. كيفاش؟ عاود لي النهار. عاود لي النهار، ما سمعتش مزيان. قلتي كتاخذ 20 حبة 30 حبة. اييه، وهاد الايام ديال المقاطعة شحال وليتي كتاخذ؟ الايام ديال المغشي 5 جوغ دابا ما بقيتش والو. ما خديتي والو، والناس اللي حداك في الحومه فين ساكن في جديده كتحس بان الناس واعيه وبانها حتى هي مقاطعه سيدي علي سونترال ولا؟ نعم خويا. كتحس بالناس اللي معك في الحومه خويا حمزه بانهم ناس اللي هما واعوا بهذه القضيه ومقاطعين كذلك هذا المنتوجات ولا لا؟ خويا راه ما سمعتش هذه الجمله اللي قلتي الاخر. قلت لك حمزه، انت كمول الحانوت واش مثلا ما كيجيبش عندك الناس يوميا؟ واش كتحس بان الناس مقاطعه هذا الشيء هذا ولا ما كتحسش به؟ البورسونتاج اخويا 80% اللي في السيكتور اللي فيه انا مقاطعين. ناس كبار ولا الدراري ديال الفيسبوك ولا شكون؟ الدراري كاع كيجيو عند الدراري المحل، كي اول حاجه كيقلبوا الثلاجه واش فيها سونترال ولا لا، خلي رايبك عارف انت. يعني الدراري ديال الحومه الى اخره حاسين بهذه القضيه هذه، كيجيو عندك كيقولوا لك الكراجات
لدرجه انا النهار الاول اللي كان باق ما في خباريش انا باللي راه كاينه الحمله، يعني كان يعني كنتفاجئ بنادم كيشري شي حاجه وكيتلقى لي شي واحد يعني من الزنقه كيخليه باش يجي يبدل الحليب ويدي ماركه اخرى. عاوتاني باش نكونوا واضحين، فهمتي هاد الافعال هذه، هاد الافعال هذه ديال تلقى البنادم في الزنقه وقول ليه لا ماركه واحده اخرى ما عندها حتى شي معنى. الانسان حر والله حياته اصاحبي، بغى يقاطع انا غير قلت لك اخويا راه ما عندها شي معنى، ولكن انا غير باش بنادم يعني راه يعني الفيسبوك يعني لعب واحد الدور كبير، حيت دابا تقريبا نهار لنهار كتزيد تعمم يعني ما بقاش حمزه مقتصر. حمزه الشركه ديال سونترال ما طلبوش منك انك تشري من عندهم الحليب؟ لا اخويا كيبقاو بعض التهديدات، مثلا تجيبها في راسك انت اللي خاسر هادشي غيدوز، وابار استقبال في الايام يعني حتى المعامله ديالهم ماشي بحال شي يعني بحال كيبيعوا لكم يعني هما عندهمش واحد معتبرين يعني تقريبا غير زيي وصافي. كيفاش كيبيعوا لكم معتبرين؟ واش المعامله ديالهم مزيانه خايبه؟ المعامله مثلا ماشي واحد المعامله اللي زوينه ولا خويا حمزه، وجوده مشيه ولا ما مشياش؟ نعم خويا، وجوده الحليب الاخر مشي لك ولا ما مشيش؟ هذاك هو اللي كيتشبع اخويا، هو اللي كيدفع لها. شكرا لك خويا حمزه، تهلا لي في راسك يا صديقي حمزه، وشكرا لك وتهلا لي في راسك ونحن مقاطعون. شكرا لك اخويا معنا بعد فوافو سي بي في. شكرا لك خويا حمزه، سلم على الدراري. شكرا، الله يحفظك خويا، الله يحفظك. ماريو، واش هاد الحمله مورا العداله والتنميه؟ نعيطوا لاحد الكوادر العداله والتنميه الدراري بالرجوله اللي في شي جروب يبارطاجي هاد اللايف هذا، نجبد النوامر، بقاو معايا. عرفتي شحال ديال النوامر جمعت اليوم؟ بقاو معايا الدراري، غادي نعيط لواحد من العداله والتنميه. عرفتي ديك اللعيبه ديال واش نتوما اللي بديتوها ولا لا؟ ونهضروا بالصح يعني هذا ما علمتوش. غادي نجي وغادي نعيط ليه نيشان، خصني نتفكر الاسم ديالو. ويلي وخلنا نعيطوا الدراري يلا، بالعكس امسي منا حيت حنا كاين ناس ما في خبارهم والو. بصح نشوف هاد لابيل ديال من بعدا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، شكون معايا؟ كاين اخويا حسن، معاك يونس. يونس مين بدينا؟ شحال في عمرك يونس؟ خنيفرا اخويا، راني تنتبعك ديما وتنشوف المواضيع ديالك وعجبني هاد الموضوع هذا اليوم بغيت نهضر معاك. مرحبا، انت انسان عنده علاقه بمول الحانوت بشي حاجه اخويا يونس؟ خويا انا ما عنديش حانوت، ولكن عندي انا واحد الحاجه زعما من شركه سونترال مازال الحمل ديال مؤخرا معايا الدري صاحبي خدام سونترال. ما نسبوش ما نسبوش، علاش ما عندكش مع الشركه سونترال؟ حقا راني كنت خدام معاهم انا كاع 24، وانا خدام مع الشركه ديال سونترال وسمحوا فيا مخلاوي. كيفاش سمحوا فيك؟ طرا لي واحد المشكل وواحد لاكسيدون، درت واحد لاكسيدون، ضربت واحد المراه، المهم بلا ما ندخلو في الديتاي، ضربت واحد المراه توفات، رجعت مارشاري رقصتها ايوا بقاو عليا حتى تاخذ البيرمي، خديت البيرمي. وفاش خديت البيرمي تيقول لي اليوم غدا ترجع، اليوم غدا ترجع، اليوم غدا ترجع، وصافي. هذه ما عندهاش علاقه، ما عندهاش علاقه بالثمن، تقات الوحده صاحبي، اش بغيتي يديروا معاك؟ وي ما حناش الموضوع ديالنا هذاك، حنا بغينا نهضروا بالنسبه للثمن، والثمن اخويا ماريو راه 24 هذه هو الزاد. علاش زعما الناس سال دابا عاد بان لهم باش غادي يهضروا على هذا الشيء؟ كيفاش؟ كنت كربعتني باش تزاد الثمن ديال الحليب، ماشي يلاه تزاد دابا. مزيان، وقتاش خاص بنادم يهضر على هادشي؟ واش فاش تزاد؟ ديك الساعة. علاش تزاد دابا مثلا؟ شنو كتقصد بهذه الجملة هذه بصراحة؟ علاش تزاد دابا؟ شنو كتبغي تقول؟ شوف ليالي ماضية كنهضروا بطلاقة، فهمتي؟ كنهضروا بطلاقة بحال ما. أي تنهضروا، شوف أنا راه تنتبع يا لايف ديالك، راه تنبارطاجيهم ديما. واخا صديقي قول لي شنو بغيتي تعني بهذه الهضرة؟ مثلا أنه الشركة، أنه العدالة والتنمية هما اللي وراء هذه الحملة هذه؟ الناس دابا كلهم اللي مورا هادشي، وراه ماشي هي سونترال اللي زايده في الحليب، علاش زعما تيهربوا من الحليب ديال سونترال ويمشوا للحليب ديال جوده ولا ديال جبال ولا ديال راه كاع الحليب دابا كاع معمم للثمن؟ انا غنقول لك علاش. اولا حيت الشركه ديال سونترال محتكره السوق بواحد النسبه مئويه كبيره، يعني فايت ال 50%، يعني الراس ديال الهرم هي الشركه ديال سونترال. 65% هي اللي شاده. اكزاكتومون 65%. انا معاك. اخوان حتى شي واحد ما عيط ليا في ميسنجر عفاكم. قلت لك الشركه اوكي ما قلت لك يطلع لي مصدر اوكي. راني حاضر معاك. قلت لك الشركه ديال سونترال محتاجه 50%، ما عرفتش
في المسؤوليه شي واحد. اذا قطعت هي قطعت هي الطرف الثامن منافسين انه مضطر من خلال مثلا الناس لو تكسر شفت ما واحد انا نقول انا خفي كنظن يعني كنسحب لي شي تخلويضه ديال العداله والتنميه وداك الشيء سياسي فهمتي الى اخره. جا واحد الاخوان ما غاديش نذكر اسم الجروب هما قال لك عمر عافاك ما جبتوش دخلوني للجروب ديالهم هو جروب مشهور بزاف في المغرب في الاف ديال عباد الله. ملي كنرجع في التاريخ كنشوف شكون اللي بدا الحمله. الحمله بدات بواحد الطريقه بسيطه. جا واحد الولد هضر مع احد الادمينات صيفط ليه ميساج قال ليه اخويا الحليب غالي الماء غالي وهادي غالي علاش ما نستعملوش هذا الفيسبوك هذا في شي حاجه اللي هي في صالح الشعب. بحالك بحالك مسكرين يا بحالك مسكريني الميسنجر ناض داك دلاجمين لاح عنده رافقوا معاه كاع لي باج ديال المغرب حتى ما كان يعني ما كاين العداله والتنميه لا حتى شي حاجه وحتى الدري وحتى الدري اللي بدا هذه الحمله هذه دخلت في البروفيل ديالو وانا شفته بعيد كل البعد على البي جي دي ولا العداله والتنميه الى اخره يعني هذه شهاده ديال الحق فهمتي؟ وانا خويا فهمتك خويا ماريو انا جينا نرجعوا دابا نشوفوا كاع المشكل ديال هاد الزيادات كاع اللي كاينه ماشي غير الحليب ماشي صوتيا لا اعتقد يعني يعني هذاك هو الولد اللي بدا هاد الشيء هذا يعني بصح هذه شهاده لي هذه شهاده للحق زعما فهمتي شهاده للحق غادي ناخذ هاد لابيل هذا وندور انا كنطالب باش نقاطعو حمام راه زادوا فيه جوج دراهم بصح الدراري كالعاده كون انت الاعلام البديل وبارطاج هاد اللايف برا وجوله خصنا يوصل الالاف ديال لي بارطاج ما غنذكرو سميت الجروب لا كون هاني الو السلام عليكم، كيف داير اخي حسن؟ بخير لاباس عليك شكون معايا؟ اخو ذاك سي محمد المرقناطرة اخويا. شحال في عمرك خويا سي محمد؟ عندي 24 عام. وين انت مول الحانوت مول شي حاجة؟ اخويا انا من ولد الشعب انا ولد الشعب. ومقاطع؟ ضروري اخو مقاطع اخو راه شريب غالي اخو. ايه. 7 دراهم الليتر اخو. 7 دراهم؟ أه؟ سبعة انت خدام؟ خدام يعني 7 دراهم ديال الحليب و 6 دراهم ديال الما كتجيك غاليه بزاف اخويا راه الوالدين اخويا راه على قد الحال اخويا بيني وبينك اخويا سي محمد شحال خصهم يديروا الثمن الحليب وشحال خصهم يديروا الثمن الماء اخويا الثمن ديالو الاول كان 52 ريال 50 ريال راه مزيان هذاك هو اللي على حسب الصالير اللي كيشدوا الدراري شنو اخويا راه 2500 درهم راه هذاك هو الجهد يعني انت كتشد 50000 ريال جهدك ما كرهتيش الحليب يكون ب 50 ريال داكشي اللي كيراه خصك يطرى في الصباح ويطرى في العشيه واضرب الحساب وجمعها في الشهر كامل شحال جاتكم الماء هذاك ما نهضروش عليه وليسانس ما نهضروش عليه كذلك لا بزاف اخويا المازوط اخويا راه طرون في الطور اخويا راه تزاد كنا نمشيو ب 3 دراهم 4 دراهم طلع كيقول لك 7 دراهم كتهضر معاه كيقول لك لا راه المازوط راه غالي دير 1000 فرنك الليتر اولا بصح فهمتي بصح لان وخصوصا بان الى نقص المازوت كي اوتوماتيكمون كيتنقصوا مع جميع المواد الغذائيه ما طايش كلشي كياخد راه كلشي اللي كتهضر مع شي وخوره ترونسبور غالي ولا بغا تهزها شي حاجه مع شي موشي تريبورتور ولا شي حاجه كيقول لك كيقول خويا راه المازوت غالي اخويا لي فانسر كنشري ب 12 درهم اما انا تما راه خصني ندير الجيطه بصح شكرا لك يا صديقي الان غدقى معايا غادي شكرا اخويا بغيت واحد الميساج اخويا نقول لك الشعب منهم يتضامنوا وما ينقاطعوش هادشي اللي خصو يكون خصنا نكونوا يد واحده والثقافه خصها تولع للمغاربه كاملين شي حاجه اللي دراتهم دار المغاربه كاملين هادشي احسن ميساج يقدر يوصل في هذه الحمله هذه ان الشعب ولا كامل يعني انا اللي كنشوف اليوم صاحبي للاسف بزاف المواقع الاعلاميه والصحافه بحال ما كاينينش بحال ما عايشينش معنا مطاري والو بصح راه بانوا راه كاين شي مرايقيه كاع ما هضروا كاع الماتش وما شنو بحال لا شوف نفهمهم الكذب عليك كذاب نفهمهم لا بلوبار ديال لي سيت الكترونيك مناش عايشين عايشين من الاشهار عايشين من الاشهار الا مشاو تهضروا على واحد الحاجه غيقطعوا عليهم ديك البزوله ولكن اصاحبي على الاقل لمح ما لقيتي ما دير لمح ولان راه حشومه راه اليوم راه 2018 راه لو مون ديال الانترنيت ديال 2.0 الشباب المغربي كيضرب بعضياته وكلشي كيعرف كلشي كيبان باش نتايا 6 ايام والحمله باديه وانت باقي كتلوح لي واحد الفيديو ديال ما عندها حتى شي معنى هو شكرا لك اخو محمد بقى معايا هاني هاني اخو الله شكرا بقى معايا الان غادي ندوزو المسؤول بشركه التواصل ديال مدير التواصل بشركه شنو سميتها كاع افريقيا
بلاش الاخوان ندوزو مدير التواصل نشوفو واش غادي يجاوبنا او لا ما غاديش يجاوبنا. اياه ناخذ الراي ديالو في عجاله على الله يجاوب. واش دابا للاسف مشغول دابا، المرجو تخليو رسالتكم من بعد الاشاره الصوتيه. باتو التليفون ديالو طافي. ندوزو لواحد شخص واحد اخر اللي هو من الكوادر ديال بي جي دي او العداله والتنميه، نشوفوا شنو علاقتهم بهذه الحمله وشنو كيقولوا بانهم في الحكومه في هذه الحمله هذه. اوكي ندوزو ليهم هو على الله ما يكونش طافي التليفون. اخوان شي واحد ما يعطيه في ميساج. ها هو الله يجاوب. الله يجاوب. نو يجاوب. والله يجاوب السيد راه. والو يعني انت معانا ولا مع ماما ماريو؟ راه خويا راه رجع الفيسبوك ديالي. راه زادوا لينا حتى في طرويزة ماريو. اوكي واش جاوبنا صاحبي؟ يلا نهار كتحتاج شي مسؤول بالليل والو على الاقل جاوبنا اودي يا ودي. اوكي نعاودو لي اخر تعيطه نشوفو واش غادي يقدر يجاوب. الو مراد المكالمة هذيك نعاودو نهضرو معاه. الو السلام عليكم. صافينا ماريو هاني بخير شكون معايا؟ الله يحفظك معاك ياسين من الرباط. اول مقاطعين في هذه الحمله هذه. سياسيين شي والله ما كنت كنت نحيي الباج ديال مراكش والباج ديال هذاك ذاك الدريري سميتو شو تقول والكازا الله ما عرفش والله والباج اللي عاونونا في هذه الحمله هذه. شكرا خويا سي شحال من دابا نسولك خي يحيى. اييه اطرح عليك واحد السؤال. واش هذاك الفيديو اللي خرج به خنوم؟ اين فيديو؟ هذاك اللي قال لك واخا تنزل الجزائر ديال المغرب ديال العالم. لا 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 باش نكونوا واضحين الدراري فهمتي، هذاك الفيديو الدراري ديال اخ النوش اللي قال فيه واخا تنزل الكتائب كامله، هذاك الفيديو ماشي ديال دابا، ما كيهضرش على الناس المقاطعه، هذاك الفيديو قديم وكان في الحمله الانتخابيه شحال هذه في الانتخابات اللي فاتت، وناضوا الكتائب فعلا ديال العداله والتنميه كيشوهوا الصوره ديال اخ النوش، يعني داك الشيء قديم اللي هزوا وكيلوحوا في شوف وخاص بنادم خاص بنادم يوعى ويقلب عاوتاني، راه كاينين راه باش ما نكذبوش كاين بنادم اللي غيبغي يرضى سياسية الى اخره، اللي هز داك الفيديو ولا حوره كيقلب على شي حاجه حيت اخ نوش ديك الهضره ما قالهاش فهمتي. شهادات الحق هذاك الفيديو قديم، هذاك اللي كيرجع شحال هذه ايامات البلوكاج الحكومي ديال اخ نوش مع بن كيران، وناضوا الكتائب ديال بي جي دي كيسبوا في اخ نوش ماشي ديال دابا هذاك الفيديو نهائيا. ايوا اخويا راه دخلتينا دابا بقى فينا الحال على داك اول تنشوف انايا الصويره ديال سيدنا الله وربي ونادي كيتحكم. لا لا هذاك الفيديو قديم يا صديقي، هذاك الفيديو والله يا خويا العدل ما تتعادني زيد هذاك الفيديو. واش نقول لك وما نكذبش عليك هذا اللعب هذا عاوتاني ورق لي الباج بزاف، شحال من باج كنا غالطين فيها بزاف يا خي يا وحق الله العلي العظيم. هو من واحد كنا غالطين فيه فهمتيني تنأيدوه ونشوفوا شنو تيهدوه وبتاع وليزيم وهذا. في الاخر في الاخر شوف في الاخر شوف في الاخر الشعب اللي كيطلعك والشعب اللي كيهضر الشعب اللي كيهضر. والله اخويا هادشي اليوم هادشي اليوم سير اللايف ديال ام اف ان اللي كان في الكمال كومونتيت لي واحد الجوج ويدير لي بحال هكا قال لي واه ياسين ياسين زعما شويه ولد اللعب الدراري لعب ايوا. شكرا لك اخويا ياسين. خلينا ندوزو لواحد الشخص واحد اخر بقى معايا في الخط، ندوزو لواحد الشخص واحد اخر اللي عيط لي عاد دابا احد المسؤولين بالعداله والتنميه نشوفوا الرقم ديالو. اياه وخلونا الدراري نعيطوا راه خلونا نعيطوا الدراري ومن بعد غادي ندوزو ناخذ مكالمات ديال المواطنين. الو يلا ندوزو هاد البنت هادي وندوزو الاخرين. الو السلام عليكم. كي داير اختي بخير؟ لاباس الحمد لله. شنو الاسم الكريم ديالك والعمر والمدينة؟ أزهر من طنجة. أزهر من طنجة، شحال في عمرك الأخت؟ 25. وي أختي كنتي باغا تهضري على شي حاجة؟ عندي الموضوع على هاد المقاطعة ديال سونترال ومازوط
انا كنشوف بالنسبه للحليب عندي حيت انا عندي العائله ديالي خدامه في الفلاحه انا كنشوف المعاناه الكتاب عنده معاناه كبيره يعني يقدر يتدرسل حتى الكتاب في هذه الناحيه يقدروا حتى هو مسكين يهبطوا له الثمن ديال اللتر ديالو الشركات راه نصابينها في البلاد. هاد النقطه كيهضر عليها كلشي كيقول لك اودي اكثر واحد غيتضر هو الفلاح. كل واحد غيتضر هو الفلاح. الفلاح كيمشي كيجيب السوق يجيب الشمندر يجيب دوك المواد الفلاحيه وشحال من حاجه باش يلا كتخرج له البقره ديالو 10 اطر في النهار ولا 20 اطر في النهار يلا كيمشي كيبيعها. اول مدير في هذا سميتو هو الفلاح. ايوا واش غادي نقول لك؟ غادي نشكرك على هذه المكالمه وغنقول لك بقاي معايا. ودابا نيت غادي ندوزو عند واحد الفلاح واحد بائع لي الحليب هو الاول. اياه غادي نشوفوا هذا السيد هذا كيبيع الحليب وكساب ديال البهيم يعني غادي نشوفوا الراي ديالو بشحال كيبيع كيفاش كتعاملوا الشركه ديال سنترال او الشركات الاخرى. من بعد ماريو ما وصلنيش اللايف راه محيد نوتيفيكاسيون. المهم الدراري اللي فشي اللي فشي اللي فشي جروبي بارطاجي هذا اللايف هذا بالرجوله بغينا يوصل شي 10,000 ل 20,000 بارطاج باش كلشي يعرف قاطع وشوف طيب. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير يا اخي؟ معك ماريو. مرحبا بك ليا يا ماريو. شنو سميتك؟ شحال في عمرك؟ اسمي اشرف 28 سنه. انت كساب كتبيع الحليب؟ واه كنبيع. انت جاي فلاح ياك؟ اييه. عندك بقيرات؟ اييه. شحال بقره عندك؟ ثلاثة البقرات. شحال كنجيو لك تقريبا ديال الحليب في النار؟ المهم إذا كانوا بحال ما كيولدوا راه كيقنعوا الحليب. وإذا كانوا يلاه والدين كيكون فيهم الحليب 5 لتر و 6 7 5 لتر الوحدة 5 لتر البقرة يعني 15 لتر. أييه بالوحدة. وكتجمعوا أنت وكديه التعاونيه ياك؟ اي كتجيتين النقال كيدور كيجمع الحليب. بشحال كيشريو من عندكم الحليب؟ دابا في الوقيته ديال الربيع كيكون الحليب ناقص كيكون الحليب ماشي ناقص هابط في الثمن. شحال كيكون تقريبا؟ بحال الوقيته ديال الربيع كتكون 50 48 52 ليتر 48 ريال يعني 2 درهم ونص. اييه الى ضربناها في 15 لتر شحال غادي تعطيك؟ غادي تعطيك تقريبا واحد 37 درهم في ثلاثه البقرات. اييه 37 درهم ما غاديش تشري لك حتى الماكله ديال هذوك البقرات. هذا الشيء اللي بغيت نقول الناس اللي كيقول لك الفلاح متضرر ما متضرر. بالعكس بلا بينا هو اكبر متضرر. اييه راه اكبر متضرر. هو ماشي متضرر من المقاطعه هو متضرر من الشركات. لانه الشركه كتبيع ب 7 دراهم وتشري ب 2 دراهم ونص وكتحيد بحال هي كتحيد الزبده كتحيد هذاك الشيء الاخر بحال كيبقى لها كلشي فابور هي. يعني كلشي فابور يعني تصور معايا فلاح عنده ثلاثه البقرات ما كاملش 800 ريال في النهار اللي كيربح مع هذه الشركه. اي ما كاملاش. دابا بحال الشركه بحال انت كتخدم عليها بحال انت خدام عند هذيك الشركه وكتعطيك شي 30 درهم في النهار. 30 درهم هذا غادي لك ما غادي لك والو. غادي تشريها اسمها ما غادي تواليها لك شي حد. واش غادي تشري بها النخاله تشري بها القمح تشري بها السمن؟ مازال دابا في هذا الربيع شويه. انا كنقرا في واحد الكومنتير اخويا اشرف قال لك بان البقره كتعطي 40 لتر في النهار. اييه واش بقره ماكينه كتعطي 40 لتر في النهار الله يهديك. اما من كيعيش حيت واحد السيد قال لي هذا راه كيكذب البقره كتعطي 40 لتر في النهار داك الشيء باش سولتك. واه خويا راه كانت شي بقره جايه من شي قاره اخرى الله اعلم. ايوا انا كنهضر لك المهم على البقره ديالنا حنا. اذا كان هذاك عيب في قاره ولا شي بقره ما عمرنا شفناها الله اعلم. المهم ماكسيمو ديال البقره تقدر تعطي حتى 9 لتر. يعني شحال 9 لتر في النهار ماكسيمو؟ ماكسيمو ديال البقره الا يلاه والده وما كتطلقش ليها ولدها لان ولدها حتى هو راه كيبغي الحليب ماشي. شنو في نظرك الى مثلا المواطن قاطع انت كتبيعو ب 2 دراهم ونص ب 50 ريال؟ واحد السؤال كيجيني في بالي علاش مثلا ما يجمعوش الفلاحه ديال شي منطقه
يولي عندهم بحال واحد البلاصه ياك وبلاص ما يبيعوا للشركه والشركه كتضربوا 100% ديال الارباح ديالها والموز غارد اللي كيوصلك. علاش الفلاحه ما يبيعوش داك الحليب طبيعي مباشره للمواطن بلا انترميديير باربعه دراهم؟ شنو كيمنعهم يديروا هذه القضيه هذه؟ كاين معهم انسان، هاد الناس ديالنا ما كاينش اتحاد. كيفاش ما كاينش اتحاد؟ ما كاينش، لانه باش يديروا مثلا بحال التعاونيه تعود دير هي بحال بدير مصنع ديالها، هي تعود تفرح الحليب بواحد الثمن مزيان للمواطن ومزيان للكساب. هذاك الشيء اللي بغيت نقول، بغيت نقول بلاص ما يبقى هذا الشيء هذا كامل، انت كتبيعو بجوج درهم ونص كتربح 37 درهم في النهار ولا 40 درهم في النهار ماكسيموم، وما عندها ما توكلك لا انت ولا غتوكل البقر ولا غتشري لك وجه الدراري ما غادير لك والو. علاش؟ والمواطن حتى هو كيشري ب 7 دراهم والموز غالي غالي عليه، علاش اصاحبي ما يكونش داك الشيء مباشره يعني تبيعو حتى ب 5 دراهم؟ طبيعي راه غيشري من عندك المواطن. اي غيشري من عندك بيان سي، هو غيشري حليب مزيان ماشي غيشري غير الموز صغيري. داكشي اللي كنقول، غادي يشري شي حاجه فيها الجوده، شي حاجه مزيانه بعض المنافع ديالها كامله. اشرف الطريقه كيفاش كيخلصوكم؟ واش كيخلصوكم يوميا ولا 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 كل شهر ولا كيفاش كيخلصوكم؟ خلاص كاين كل 15 يوم كنزه. كل كنزه شحال كتجيك في الكنزه مثلا انت بهاد ثلاثه بهاد ثلاثه البقيرات؟ هاد ثلاثه البقرات كتجي في 15 يوم كتقدر تجي ديك 12000 13000. يعني الطرتات هي ما كتفوق ما كتوصلش 15000 كاع، الا كان شي حاجه نيت كتجي 15000. يعني الطرتات هي كتوصل 30000 ريال في الشهر. اي 30000 ريال في الشهر بثلاثه البقرات، يعني حساب 5000 10000 ريال البقره. 10000 ريال هي تاكل لك اكثر من هذيك 30000. مش حال وشوف بشحال كيولي عندنا الحليب. شكرا لك خويا صديقي تهلا لي فراس. واحد السؤال مهم، واحد السؤال مهم، بما انك انسان فلاح شنو الفرق ما بين ذاك الحليب المكرر والحليب الطبيعي؟ واش كتلاحظ فرق في المذاق؟ كاين فرق بزاف. انه لك الحليب الطبيعي اللي درتو في القهوه كتجي عندك القهوه خافره وبنينه، فهمتي؟ شي حاجه خافره. اما الحليب الاخر اللي كديرو في القهوه بحال الماء، كتجي بهذيك القهوه بحال الماء. الحليب الاخر كتجي عند واحد بكامل الدسم ديالو بكل شيء، بعض الزبده اللي فيه بقات ديالو بعض كل شيء. اما هذوك راه كيحيدوا منه الحجبه، كيحيدوا منه الزبده وكيزيدوا فيه الماء وكيحيدوه للمواطن بسبعة دراهم، انت كتبيع ليهم بدراهم ونص. فبين اشرف شحال خاص الحليب يكون مثلا؟ شحال خاص المواطن شحال خاصو يشري؟ بالنسبه للمواطن خاصو ياخذوا بخمسة دراهم. وبالنسبه للفلاح يبيعوا بثلاثة دراهم ونص. كاشد دراموس. شكرا لك صديقي. شكرا لك صديقي. تهلا لي فرانسك اخويا اشرف. الله يحفظك. شكرا لك. شي واحد الاخوان اكد لنا المعلومه ديال البقره شحال تقدر تعطي من يطرو في النهار ديال الحليب، وعندك تمشي تشوف لي شي بقر ديال بوركينا فاسو ولا شي نوع ديال البقر غابر، البقره العاديه، البقره الحلوب، الناس الكسابه، الناس اللي يقدروا يعطيونا شي معلومات البقره شحال كتعطي في النهار، حيت كيبان لي كومونتيرات هنايا كيقول لك بنادم 40 لتر و 50 لتر حليب شعر البقرة بنين وخاتر وليد. اييه غادي نهضروا على هادشي نشوفوا هاد المكالمة منين. الو الو السلام عليكم. الو ما كنسمعكش يا صديقي. اخويا مالك اخويا؟ وي شكون معايا؟ شكون؟ الصوت قاطع. نذكركم الدراري اللي بغاو يبارطاجيو، شوفوا غادي تلقاو واحد ثلاثه النقاط الفوق على اليمين ياك، غتبلكوا عليهم غتبان لي كوبي لو ليان، وبيان غادي تخرج وبيان غادي تخرج نهائيا من اللايف، غادي تخرج من اللايف وغادي تبان لك حدا الفيديو بارطاجي لتحت في اليمين. والله ما عرفتش فين تقدروا تلقاو. الو 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 السلام عليكم. وي خويا السلام عليكم. وي شكون معايا صديقي؟ خويا احمد من مشهد. شكون؟ مدمن زاد. مرحبا سي احمد، شحال عمرك سي احمد؟ 46 عام اخويا. 46 سنة، مرحبا بك سي احمد، شنو الرأي ديالك في المقاطعة اللي كاينة دابا؟ خويا شفت هذه
اللايف ديالك. كنسمعك سي احمد كنسمعك، غير قطع اللايف من حداك، قطع اللايف من حداك سي احمد، كمل ليا. الو الو وي سي احمد، قطع اللايف من حداك، راه كاين ديكالاج ديال الصوت. وي ديكالاج ديال الصوت، قطع اللايف من حداك. اذا سي احمد 46 سنه من مدينه فاس. وي وي خويا الله يجزيك، قلت لي حليب، قال شي واحد راه البقره تحلب 40 يسرى. اييه ما كاينش اخويا هذه في العالم القروي، انا دوبي اكس طون في العالم القروي ما كاينش شي بقره تحلب 40 يسرى. داك الشيء اللي قال السيد اللي فلاح اللي كساب، قال لك قدام ماكس 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 زياده، واخا تكون كيما كانت ما تقطعش 12 يسرى، يعني وحطها في شاشة 12 يطرو ما كتفوتهاش نهائيا. شكرا لك اخوي احمد على هذه المعلومة هذه. الان غدنا واحد الاتصال مهم مع واحد السيد اللي هو كونطابل في احدى الشركات ديال الحليب. هذا السيد هذا غادي يقول لنا شحال كيربحوا في الشهر الى اخره، فغادي ندوزو عنده مباشرة. هذا السيد هو كونطابل في احدى الشركات ديال الحليب، اللي غادي ندوزو الرقم ديالو دابا وغادي نعيطوا ليه باش نعرفوا نيت شحال هاد الناس شحال كيربحوا في الشهر. شكرا لجميع الاخوان اللي كيتصلوا بينا، شكرا لجميع الناس اللي كيصيفطوا ميساجات. مبادره زوينه صراحه. ماريو عافاك، بغيت نهضر على فونطازم ديالي، هذا مريض بدا مقلوب ولا واكل التبن. المغرب كامل نايض، شي مقاطع الحليب، شي مقاطع اللبن، شي مقاطع سايكوك، هو مصيفط ميساج دوز لي نهضر على كاين اخويا شي مغاربه. ما عرفتش شنو نقول لك، ما عرفتش والله الا اقف عاجزا ومصيفط ميساج من نيجو. نشوفوا مكالمات اخرى، ولكن كنتمنى ان السيد اللي هو كونطابل في الشركه بلا ما يجبد لنا الشركه ديالو 40 يطرو والله تكون هي مولات نضاضر. علاش سونطرال بالضبط؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير يا صديقي لاباس عليك؟ بخير كلشي مزيان. سي ماريو هذا هو هذا، اذا انت يا كونطابل كلشي بخير في الشركه ديال الحليب ياك؟ الحمد لله. كنت معك شويه ماشي مزيان. حيد اللايف من حداك باش تسمعني مزيان. حيد اللايف من حداك باش تسمعني مزيان. انا نحيد وحيت كندير لي زيكوتو. المهم انا كونطابل في واحد الشركه في فاس. اييه يلاه ساليت مع هذه واحد قل منها حيت الشركه دارت فايض. شنو الاسم ديالك وشحال العمر ديالك؟ انا في عمري 30 عام. ايه والاسم كريم؟ سي محمد. سي محمد، سي محمد كنت في شي شركه غتذكر الاسم ديالها ولا لا؟ ماشي مشكل، نقدر نذكر سميتها. سميتها سيس اللي كاينه في فاس. سيس اللي يعني هذه شركه ديال الحليب. شركه ديال الحليب، وكيديروا حتى الديريفه ديال الحليب بحال يوغورت وداك الشيء. كانوا واخدين لاكونشي ديال يوبلي، ما عرفتش عقلتي على يوبلي ولا لا؟ لا صراحه ما عقلتش عليه. يوبلي راك فاش كنا صغار كنا كناخذو يوبلي وكنقطع واحد الايامات، عاوتاني هما خذاو عاوتاني لا فرانشيز. خويا انا بالنسبه لهذا الموضوع شنو بغيت نقول لك، هو الدومين ديال الحليب دومين كبير، وحتى هاد لي سوسيتي لي تيير راه كاين واحد الطاف كبير اللي كيخدم من مورا لا كوليكت، حيت اول اوبيراسيون هي لا كوليكت من عند الفلاح. نحاولوا نفسروا للدارجه الناس، لا كوليكت هي باش كيجمعوا الحليب عند الناس. أيه لا دابا لا كوليكت هي كيمشي عند الفلاح كياخذ الحليب. اييه الشركه كديبلاصا. اييه دي كاميون فيهم لا كوليكت، كاينين واحد لي نورم باش حيت بارفورا بحال هاد الشركه اللي مسافه كبيره خاص واحد لي نورم يكونوا في هاد البلاصيت اللي غادي تمشي. إيه؟ تجيب هذاك الحليب وغادي تجيبو في لي كونديون باش ما يخسر، باش ما يريب، باش ما يوقع عليه والو. إيه؟ فهمتي؟ يعني كاين واحد، يعني كاينين واحد لي شارج ديكسبلوطاسيون دي كبار اللي نورمال هي الشركه غادي تشري من عند الفلاح الحليب باش كلشي يقدر يفهم ونسرع الوقت شويه. مثلا انت كنتي محاسب في واحد الشركه ديال الحليب مزيان. نعم. الناس الشركه كتشري الحليب بجوج درهم ونص ياك؟ جوج درهم فاصله 40 بالضبط. كاين اللي كتلقى على حسب لاكاليتي، كاين اللي كيديروا معاه جوج درهم فاصله 60، كاين اللي كيديروا معاه جوج درهم، حيت حتى السيد اللي كيمشي يدير ديك لاكوريكت والكاميون كيمشي يجيب الحليب عنده واحد لاباراي ديك الساعه كيعبر الحليب وياخذ منه ايشونتيون كاف وكيعبره. ايترو ديال الحليب، ايترو ديال الحليب ملي كيتشرى من عند الفلاح داكشي كامل اللي كيخدموه والتكرير ديالو والترونسبور بشحال كيولي في الاخر؟ هادشي الخسائر ديال الشركه.
هذه هي هذه لا كونطابيليتي اناليتيك. اييه باش نسطو كلشي كيطلع بشحال كيطلع ماكسيموم كيطلع ماكسيموم 3 درهم يعني ترتيعيه لتر لتر كنهضر على لتر ماشي على نص لتر. دابا كاين اللي يسمع 3 درهم ويقول لك هادو ما رابحين والو، لكن لتر ان لتر ب 3 درهم ان لتر ب 3 درهم. هو المشكل الكبير اللي كاين في هذا الحليب هو لومبالاج. تخيل لومبالاج هذيك هذه عام فاش كنخدم انا ما كاينش في المغرب اللي كيدير لومبالاج ديال داك الحليب داك المربى اللي كنعرفو حنا كيجي من السعوديه. ايه تخيل من السعوديه كيجي لومبالاج. وكما قلت لك كاينين ديجا اللي هما صراحه كبار، كتلقى شركه بحال هذه فيها 1000 ديال البيرسونيل وكلشي خدام، ما كاينش اللي جالس. بغيت نسولك هاد ثلاثة، هي كتشري بجوج درامونس، هاد ثلاثة درامونس واش داخل فيها الخلاص ديال الموظفين، داخل فيها كلشي؟ لا داخل داخل حيت كنهضروا على ماشي على إطر ولا جوج، كنهضروا على آلاف إطروات. آلاف إطروات يعني كتبقى يعني كتبقى ليها 70 ريال 100% ديال الفضل. سبعين ريال. وراه كاين واش نقول واحد القضية، كاين حتى دوك ما نقولوش يوغر، نقول دانو اللي كيصوبوا راه كاين اللي كيتبي ريما اللي كيرجع روتور، هذاك راه كيمشيو كيلوحوه ماشي كيلوحوه بواحد المجلس، كيخرجوا من الزبدة ولا كيخرجوا، راه كيكون الحضور ديال الناس ديال السلطة هما اللي كيكونوا واقفين باش كيجمعوا داك الستوك كامل وكيمشي كيتلاح واحد الآخر باش ما يعاودوش يخدموا به. زعما أنت بغيت نقول لك كاينين ديساج، ماشي إنسان يقول لك لا جوج دراهم فاصل 40 خاصو يتباع ثلاثة دراهم ولا بأربعة دراهم ولا هو صفر، زايدين فيه واحد شوية. يعني مثلا إلا ولا بخمسة دراهم الشركة غتبقى رابحة درهم ونص من الفوق في كل يطر. يعني مخرجة المصاريف، مخرجة كلشي ورابحة جوج درهم ونص في كل يطر. إكزاكت بلا ما نهضرو على لا بيريود ديال رمضان. يعني 100 ريال ليترو مخرجاهم بزاف، و حتى 4 دراهم راه مخرجاهم مزيان. هادشي راه كنشوفو، راه كتجيب لك الثلاجة كتحط لك الثلاجة بحال والو، فهمتي؟ ما خاطر هو ما كتجيها الثلاجة داكشي كيجيها كي والو. راه تحب وشكون اللي واكل العصافة هادشي كامل واكل الفلاح؟ باش نقول واحد القضية، شي حتى ديك 2.40 باش ياخذها كيعاني. كيف كيو خلصوني والله يرحم الوالدين، وكتجمع عليه الاولى وتجمع عليه الثانيه، حتى كيجيو الفلاحه كيحيحوا علينا تما اخر ما لقينا ما ناكلوا البقر، خلصونا الله يرحم الوالدين. كيحنوا عليه بحال كيصدقوا عليه، هكا كيعطيو الفلوس ديالهم. اذا شهاده شاهد من اهلها، شكرا لك بزاف يا صديقي. ما كاين مشكل، شكرا بزاف. شكرا. غير باش تفهموا، غير باش تفهموا هاد السيد هذا شنو قال. هاد السيد هذا هو كونطابل في شركه ديال الحليب، يعني محاسب هو اللي كيجمع لهم الصرف، كيجمع لهم الحساب الى اخره. هاد السيد قال لك اودي الحليب كيشري من عند الفلاح ب 2.40 درهم، ب 2.40 درهم الشركه كتحيد في الموظفين، هذه كنهضروا على اطر واحد، كتحيد فلوس الموظفين، كتحيد كل شيء، الكارطونه مولي الكاميوات كيفاش كيتجمع، كاع الخسائر كتحيدها، الضوء والماء كلشي كيولي ب 3 درهم ونص. شنو كيبقى؟ كتبقى 70 ريال وحده اخرى ديال الرباح، فين كتمشي؟ اون سي با. داكشي علاش اليوم في المغرب الحليب يتباع ب 4 دراهم اولا 90 ريال اولا حتى 100 ريال، راه شي حاجه اللي هي مزيانه لا للشركه لا للمواطن. شكرا لكم. هذا عجبني في التدخل ديالو. ندوزو مكالمة أخرى ومن بعد نمشيو عند الناس اللي توعدنا بالاتصالات. ألو السلام عليكم. غادي ندوزو عند الفلاحة دابا شوية، ندوزو لهذا الرقم ومن بعد ندوزو عند الفلاحة نيشان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شكون معايا؟ اش كاين خويا؟ داير شي برنامج خويا على بلاد ديال الحليب ياك؟ إييه يا خويا، تاع اللي قلت لك كونطابل ديال شي شركه خويا، تاك معلومات دوكا من خطا بصفتي، كان عندي واحد الكونتاكت مع الفلاحه. ايه بالنسبه للحليب اخويا ما كاينش خمس جوج دراهم حتى جوج دراهم ونص، ما كايناش هذه، ما كاينش اللي كيتخلص بها. ايه كاين اخر الثمن هو 3 دراهم ورقم، يعني الفلاح كيبيع ب 3 دراهم لترو. لا الفلاح دابا كيدي النقال. ايه والنقال هادو بالنسبه للتعاونيات. ايه النقال كيتخلص ملي كيطع الحليب حنت كاين 6 شهور. ايه 6 شهور، من 6 شهور كاين تما كينقصوا شي 50 فرانك، كاينه 70 ريال في 6 شهور وكاينه 3 دراهم 6 شهور،
تخرجوا واش كينقصوا. الفلاح شحال كيبيع الحليب الفلاح دابا؟ كيخلصوا النقال لد الفلاح، الفلاح لمشى الحليب ديالو التعاونية الحليب كيتخلص تتدرب حاليا دابا. ايوا راه الا كان عنده واحد الفلاح هضر قبل عنده البقر قال لك اسيدي ما كاينش الثمن ديال 3 دراهم. اه كنقول لك هادشي معلومات موثوق بها. انا دابا الفلاح انا كنحط لي انا اللي كنبيع ليه من العلف، عندي محل هري كنبيع ليه من العلف ديالو وعارفهم شحال كيتخلصوا عندي هاد الدومين انا خدام فيه. يعني عندك شي بقيرات نتايا؟ فوالا. يعني انت البقر ديالك شحال كتبيعوا الليتر مثلا؟ دابا اللي عنده الباقه ديالو ديال الحليب اللي حاطه لي الثلاجه اللي حاطه لي سونطرا كيتخلص 4 دراهم حتى كيطلع حتى 4 دراهم ونص ليتر. 4 باش كيبيعوا الفلاح؟ باش كيبيعوا الفلاح هادي كيجيو كيديو يخلصوا 4 دراهم حتى 4 دراهم. الاسم الكريم ديالك؟ انا بوشعيب. سي بوشعيب انت واش مع هذه الحمله ديال المقاطعه ولا ضدها؟ نعم انت واش مع الحمله ديال المقاطعه ولا ضدها؟ لا لا مع الحمله ديال المقاطعه ولكن انا كنصح غير المعلومات. اييه حيت واش معلومات غلطه؟ شوف غلطه فوالا ما تغلطوش حنايا الشعب في الراي ديال الناس ولا متفق معك سي بوشعيب. اما هاد الثمن اللي وصلني من عند الفلاح باش يقول لك باش يقول لك الحليب بجوج دراهم انا كنتحدى اي واحد جوج درام وربعين قال لك. بغض النظر على المقاطعة ولا مش مقاطعة حنا في الصحيح. يعني انا ما نكذبش عليك انا كنتمنى شي فلاح واحد اخر اللي كيمشي عند التعاونيات وكيبيع يقول لك بشحال كيبيع. علاش تحتاج حتى فلاح اخر؟ خرج لعين خرج عند الفلاحة. ربع عند الحليب الكاليتي اللي كيكون ديال الفلاح واحد ديال المنتوج ديال الكوري واحد ماشي يمكن يعني كل جمعيه واحد الاخت سهام قالت لك راه كل جمعيه وعندها الثمن ديالها يمكن. لا والو هذا الشيء غير على حسب الجوده. جوده الحليب اللي هو حليب مزيان 4 درهم 4 درهم ونص كيطلع حتى 4 درهم ونص. انا ما نكذبش عليك انا اليوم تلقيت بزاف ديال الميساجات نفس ما كاينش اول واحد غادي يقول لي بان الفلاح كيبيع ايترو ديال الحليب ب 4 درهم ونص هو انت. كلشي كيقول لي 2 درهم 40 2 درهم 60 2 درهم. شوف هذا الشيء اللي عندهم الكوارة ديالهم كتجي سيتيرنا كدي الحليب من الكوري فهمتي. عندك حق الا كانت عندك 300 ايترو في النهار ولا 400 ايترو كتجي كدي هي من عندك 4 درهم كيوصل حتى 4 درهم و30 4 درهم ونص. ايوا خويا بوشعيب شكرا لك على التوضيح هذا. وغادي ندوزو عند شي شخص اخر. غادي ندوزو عند واحد الفلاح اللي هو كذلك عنده شي معلومات. حسن كيتقطع الاخوان لايف كيتقطع. المهم بارطاجيو معكم الدراري باش حتى الا كان كيتسيني الله وداك الشيء ما يوقفش. غادي ندوزو عند واحد الفلاح واحد اخر من بعد غادي نشوفوا واحد من النقابيين وغادي نعاودو نرجعو عند الشخص اللي هو من العداله والتنميه كذلك يعطينا الراي ديالو اللي هو من الكوادر ديال العداله والتنميه. وغادي نمشيو من بعد عند رئيس جمعيه حمايه المستهلك يقول لهم سيم لما كينفعش شي الخدمه اللي داير لك انا نقدر نعاقب عليكم ما دايرها حتى شي قاش الكترونيه ولا شي حاجه. في انتظار هذا الفلاح. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. كي داير يا اخي لاباس عليك؟ لاباس عليك. نقول الاسم الاسم كريم ما كان نفس مزيان. الاسم الكريم ديالك شنو هو؟ عبد الرزاق. مرحبا سي عبد الرزاق. سي عبد الرزاق بصفتك فلاح وعندك البقار وداكشي شنو هو التوضيحات اللي تقدر تعطينا في هذه القضيه ديال الحليب؟ التوضيح ما كنسمع يلاه كنسمع دابا والله السيد الاخر اللي سميتو بوشعيب ياك. بوشعيب الهضره اللي قال لك بوشعيب راه هي اللي كاينه تماما. ويلي نيجا ماشي راه شو الثمن اللي قالك دابا كاين واحد المشكل خص تعرفوا ويعرفوا العموم خص يعرفوا دابا هو الثمن كي شنو قلت لك بحال الثمن كيبقى على حسب مثلا داك اللي قال كيبيع جوج دراهم جوج دراهم جوج دراهم جوج دراهم ونص هي كاينه واحد التعاونيه كيديروها كتكون في الله ياك تعاونيه وهذاك اللي قال كياخذ اللي قال لك السيد اللي كنهضر مع قبيله وقال كيبيع الحليب بجوج دراهم جوج دراهم ونص هذا كيكونوا التيكوبات ياك وكيمشي يدور عند الفلاح الدواور ديالو مثلا كيجيو عندو قدام الدار وكيهزو فهمتي كيجمعو هذا 10 يطرو هذا يطرو وكيعاودو يبيعوه للتعاونيه. يعني دوس مصريه ديال الحليب
يعني بحال داك الشكل يعني هاد بحال السمساره ديالك حتى هو كيبغي واحد الدرهم ديالو ولا 5 كتبقى له في الطرو ديالو. اه فهمت دابا. اما الثمن اللي كاين باش نقول لك باش نوصل للعموم والشراري انا كيما عارف الناس تقول انا مع الشعب مقاطع باش ايه يعني خص يكون واحد المراجعه ديال هادشي ولكن واحد هي كان اللي خص تكون تاثر ان مثلا في هاد الثمن باش كيتخلصوا الفلاحه ثم باش كيتخلصوا الفلاحه بين 3 دراهم ولا 3 دراهم ونص وهذاك التعاون اللي كيكون ديال الفلاحه كتدفع الكونتراكت بعد 3 دراهم وكاين بعض الفلاحه اللي تيكونوا عندهم لي دومين كبار في فارم كبار ديال المغرب هادو كيدفعوا ديال 4 دراهم ولا كيدري هضره ديال كذا سميتو مزايد تماما داكشي اللي كاين فهمت دابا الفلاح صغير كيجي واحد مولي البيكو بوينت وبالنسبه اللي قال لك قبيله مثلا داكشي اللي هضر معاك قال لك يا بغي اربعه تحكي لك 7 يطرو ولا 5 يطرو كاين البقره حتى اللي كتاخر 50 يطرو في النهار 40 يطرو 30 يطرو على حسب النوع ديال البقر يعني كاين اللي كيوصل 40 يطرو 50 يطرو ولكن هاد البقره اللي واصله 40 يطرو 50 يطرو شحال غتكون دايره هذه غادي تكون تر ماكلة تتقال ماكلة راه كتلقى مثلا لي دومين راه كاين لي دومين كبار ديال الشي ديال الوكا فهمتي راه كنتي كتلقى بزاف ديال لي دومين كتلقى مثلا هذا دومين واحد فيه 3000 4000 المغرب هو تا السنترا راه تقريبا هي راه عندها بزاف ديال الفورم ديالها خاصين بها ولا الجودة ولا الشركات كلهم عندهم فورم ديالهم يعني الفلاحة على الإنتاج ديال الوزين ولا ديال داك واحد 50% كتكون ديالهم وواحد 50% كيشريوها وعاد تكونوا كونترات مع وهادشي ديال المشاكل ديال هادشي ديال الأثمنة مشكل كبير كاين هذا عنده واحد الهيكلة خاصو يتعاود الهيكل مثلا كتلقى مثلا من بعد حنا كاع على هادشي ديال مثلا الحليب كنلقاو مثلا غير مثلا هادشي ديال الخضرة مثلا كيمشي السيد كيمشي السيد وما عرفتش كيقول لك مثلا ما ايش هذه هما ما ايش غاليه 10 دراهم وكتجي في الحيط تصور كيقول لك انا بايعها غير بدرهم واو واخا تكون النقطه هي من المريخ 9 دراهم فاش كتزاد وما عرفتش كتلقى مثلا كتلقى انت 10 دراهم راه كاين مشكل كبير كتلقى الفلاح بايع لواحد وهو ذاك المشارجي بايع لواحد ندير واحد 6 ولا 7 البيعات هذا وصل للمواطن للمستهلك يعني ديك السمسار اللي كيدخل ما بين الفلاح والمستهلك هما اللي كثروا هذوك كثروا بزاف ان باش يطلع الثمن اغلبيه الفلاح دابا كتلقى مثلا نقول لك مثلا غير دابا مثلا حيت الحكم ديال الخدمه ديالكم مثلا غير الدلاع دابا مثلا هذا بونسو غاليات دابا الدلاع هادشي دابا غاتصور في ماضي على الاخر غاتصور تلقى واحد 7 دراهم 7 دراهم غاتمشي للبلاصه ديال فين كاين هو دابا الزاكوره تلقى الدراهم جدرام وصل الفلاح خو عبد الرزاق شكرا لك وغادي ندوزو دابا الماء الاخوان ديال سيدي علي الله يرحم لكم الوالدين شكرا لك اخو عبد الرزاق الاخوان ديال سيدي علي ندوزو الماء وندوزو ليسانس ما كرهتش شي خبير اقتصادي اولا شي واحد اللي كيفهم في الاقتصاد واللي يقدر يعطينا داكشي بلا كذوب يصيفط ميساج اس ام اس يقول لك ها ماريو ها الخدمه ديالي شنو هي وانا غادي نتصل به وانا غادي نعيط بيه وغادي نعرفوا هادشي كامل بشحال وقبل غادي نشوف واحد جوج ديال الاشخاص انا جاي عندك صديقي واحد كعيط لي من كوريا الشماليه فهمتي انا كوريا الشماليه لا كوري دي نور على كيم جونغ ايل على عند التليفون بعدا اوكي غادي نشوفوا واحد الشخص اخر دابا هذا رئيس ديال جمعيه حمايه المستهلك وكنتمنى انه يجبنا دابا باش نعرفوا هذا الشيء هذا فين غادي شكون اللي تحت منه ومن بعد غادي نقدروا ندوزوا عند احد النشطاء اللي طلقوا هذه الحمله هذه على الفيسبوك هي فين هو اوكي ها هو الرقم ديالو غادي ندوزوا عنده دابا هو الاول اسامه هاو الله يجاوب سيدي الروبيني احسن ما كاين طلعني من بعد غادي نطلع بنادم في فيسبوك يعني من بعد جميعا اوكي واجاوبو راه صافي وتصور معايا ما كاين حتى شي واحد ياك من الناس المسؤولين اللي قادر يجاوب انا خدام في النشره الجويه باش غادي تنفع هذه النشره الجويه مسيمناش خليتك بحال دايس في الراديو والو ما كيجاوبش سونترال ملي كان الحليب ما فيه لا والو كان بجوج درهم 50 زاد فيه الماء ولا ب 100 ريال المشكل ماشي غير في الحليب في كاع المنتوجات سونترال دانون
اوكي دابا غادي ندوزو عند واحد الشخص اللي غادي ينفعنا كذلك. انا نجي عندك دابا السي امين. سي امين هو واحد الناس اللي من الدومين كذلك. الدراري بغينا ندوزو الاخوان شويه داكشي الاخر. بغينا ندوزو الماء ليسونس. واش ما كاين حتى شي واحد يقدر يتكلم يفسر لينا الماء بشحال كيدار وعلاش واصل الماء ولا غلى من البترول؟ بشحال المتر المكعب كيتشرى؟ بشحال كيتباع؟ هي باش نعرفو صافي. الله يحفظك. انا جاي عندك امين. يلا انا جاي عندك. فكيف ما قلت لكم الاخوان ما كرهناش شي واحد اللي يهضر لينا على الماء. سيدي علي ولا غلى من البيفيدير؟ علاش علاش سيدي علي غلى من سبيسيال؟ مع احتراماتي شركة اللي هضرتي معاه قولي اقسم اقول الحق. اوكي بسم الله غادي نعطيك وسام. شكرا. الو السلام عليكم سي امين. اسمح لي نحيد اللايف. حيد اللايف من حداك. اسمح لي نحيد اللايف. كنا درت سيك باش تسكت اللايف. اخويا بغيت نصحح بعض المعلومات بعدا. اييه. بالنسبه اولا البقر كاين اللي كيعطي 50 لتر كما قال لك يكون بقر اوروبي ولكن لا كونسوماسيون ديالو كتكون طالعه. باش نوضح لك بعض المعلومات الحليب اللي كيتخاد مع الفلاح كيتخاد على حساب المناطق. فهمتيني؟ يعني كاين مناطق فيهم منافسة كيكون الحليب الثمن طالع ملي كتكون منافسة كيتخاطفوا عليه الشركات وكيتفاهموا معاه في الثمن كيكونوا تما جمعيات كتكون منافسة وكتكون لاكاليتي. فهمتيني؟ على حساب المناطق. وكاين واحد الحاجة أخرى الحليب أنت كتاخذوا ب 9 دراهم الليترو ماشي 3 دراهم و50 نص ليترو. فهمتيني؟ 9 دراهم الليترو. أنا نقول لك علاش الحليب اللي كيتخاد مع هاد الفلاحة كتسمعني ياك؟ كنسمعك. اللي كيتخاد مع هاد الفلاحة كيتسنى اللي يو اش تي اونتيير يعني حليب كامل الدسم. إيه؟ هذاك الحليب انت اللي كتشري مع هاد الحانوت ب 3 دراهم و50 نص لتر هذاك اللي باستوريزي يعني محيد منه بزاف الحوايج. محيد منه الزبدة محيد منه محيد منه الفروماج محيد منه بزاف الحوايج. يعني الحليب الليترو راه كتشريه انت ب 9 دراهم يعني هذاك اللي كيتخاد مع الفلاح. واش فهمتيني؟ فهمتك. لانه الحليب اللي باستوريزي يعني اللي كتشري ب 3 دراهم 50 كيكون بيض كيكون خفيف. ونزيد لك واحد القضيه اخرى كيكون فيه شويه الماء. انا غادي نقول لك باش فيه شويه الماء باش غتعرف الحليب فيه شويه الماء. دابا لاكاليتي ديال الحليب بين شركه وشركه باش كتشحال؟ كتشد الحليب. انا نعطيك واحد التجربه وبغيت المواطنين كاملين يجربوها باش يعرفوا الحليب لاكاليتي ديالو. هو انك كتحركه وكتخوضه مزيان وكتحطه على ودنك. اللي كيشنشن بزاف هذاك راه كاليتي احسن من الاخر. كيفاش كتحطو كتحطو في ودنك كتسمع تشنشين. يعني الحليب اللي كيشنشن بزاف راه هذاك كاليتي احسن من الشركه. واش كيشنشن لك في ودنك؟ اه كيشنشن لك في ودنك كتكون فيه لاموس. يعني لاموس كتكون فيه لاموس. وباش غتشوفو كيشنشن يعني لاموس؟ واش كتخشي في ودنك لداخل ولا كيفاش؟ لا ماشي ودنك. انا باش نشرح لك كتشد الحليب في الكرطونه هو مسدود كتحركو مزيان كتخوض مزيان وكتحطو على ودنك. فهمتيني؟ هاد القضية كتعرف بها الحليب لا كان خاسر. يعني لما شلت في ودنك يعني راه خاسر. جربت الحليب خاسر. دابا خصك تشد الكرطونة ديال الحليب مسدودة تخلطها مزيان وتحط على ودنك خصك تبدا تسمع ديك تحط على ودنك كتبين لك لاكاليتي. كل ما كانت لاموس كثر كل ما الحليب ما فيهش الماء بزاف. المهم هادو معلومات كنعطيهم باش نوضح انا للمستمعين بعد انا والدومين. الاسم ديالي راه قلت لك مغربي مواطن مغربي العمر ماشي مهم باش نتفاداو هاد المسائل. علاش انا جيت في الاخر علاش غادي نتفادى هاد المسائل؟ دابا وريتك انا كيفاش. يعني الحليب انت راه كتشري ب 9 دراهم هذاك هو الكامل. ملي غادي تمشي غتهز الحليب غتهزو من السوبر مارشي مثلا غتقرا فيه حليب كامل الدسم يعني ما مخرج منه والو. فهمتيني؟ هذاك الحليب ديال 3 دراهم و50 هذاك راه مخرج منه بزاف الحوايج وكيتزادوا شويه الماء. انا نعطيك واحد المعلومه اخرى. في رمضان كنت كتشوف واحد الحليب سميتو بلادي. ايه عقلت على سميتو حليب بلادي. هذاك راه شفت هذه الشركه اللي مقاطعه ما بغيتش نذكر الاسم ديالها. إيه؟ اللي مقاطعه على الناس هذاك راه حليبها ولكن هذاك. إيه؟ غير ماشي حليب ديال البقر. هذاك غير مصوب غير ديال برودوي. علاش هما داروا ليه سميه بلادي؟ باش الى ماشي تلفوا البصر شي حمله باش ما يهرش ليهم السمعه وما يهرش ليهم السميه. فهمتيني؟ فهمتيني؟ هاد الشركة هادي شدات واحد الحليب صايباتو الحليب ديال البودرة اللي كنقولو وسماتو حليب بلادي. سماتو حليب بلادي راه كيكون في رمضان باش يهزو به المبيعات ما كيسموش بنفس السمية. فهمتيني؟ فهمتيني؟ حيت في رمضان فما طيحش هاد الحملة كون دارت في رمضان. باش نعطيك واحد المعلومة نسبة المبيعات في رمضان كتفوق الخيال كتفوق الوقت.
باش نكون يعني هذه الحمله الا دارت في رمضان غتكون عندها واحد الاكل بزاف. وباش نوضح للمواطنين حنا ماشي بالتسميه ديال هذه الشركه اللي مقاطعه باش نكونوا واقعيين. حنا الهدف ديالنا هو الثمن يتخفض، يعني شويه نريح المواطنين، ياك هذا هو الهدف ياك. انا نعطيك واحد المعلومه خاص المواطنين يستافدوا وركز عليها مزيان. حنا ماشي ضد الشركه، حنا بغينا تخفض الثمن، ولكن هي علاش ما بغاش تخفض الثمن؟ هي ماشي هي الخسائر اللي كتخسر اكثر من داك 10 دريال اللي خاصها تنقص. واش كاينه ومطابقه معايا ولا ما مطابقاش؟ هي ما بغاش تربي في المغاربه ثقافه المقاطعه. الله يرحم لك الوالدين، هادشي اللي كنت هذه اللي بغيت نقول لك وهذه اللي بغيت نركز لك عليها. ونزيدك واحد المعلومه، انا المعلومات اللي كنهضر معاك راه جايه من عند ناس كبار، غير انا داكشي علاش اضطريت ان ما نذكر السميه ديالي، ما نذكرش المدينه ديالي، ما نذكرش كل شيء باش نكونوا واقعيين. هذه انا نعطيك واحد المعلومه تركز لي عليها مزيان، وانا كنت كنتمنى ندوز انا الاول في اللايف باش اللايف التالي عندي وتقطع وديك الساعه غادي تبارطاجها في الفيسبوك والناس ديال الدومين غادي يفهمونها. ونعطيك نقاط مهمه خويا حسن. شنو وصلنا حنا كثقافه المقاطعه. نعطيك واحد المعلومه اخرى، هذه الشركه مدعومه من جميع الشركات، من جميع الشركات ديال المواد الاغذيه اللي من الزيت لمن كل شيء. بحالاش مثلا؟ وانا نقول لك علاش طافو، انا نقول لك علاش طافو. اول حاجه التنبيه الاعلامي ما يكونش، يعني مي الاعلام ما خصوش يدخل في هذه المسائل، لانه هذه واحد فهمتيني، هذه واحد الحاجه كبيره يعني ما غاديش نتخيلوها. بحال دابا الزيت اللي تزاد فيه جرام، هذاك الزيت اللي تزاد فيه جرام، علاش تزاد فيه جرام؟ هذاك تزاد فيه جرام باش يشفطوا المقاطعه، باش تشتت على المقاطعه، باش المقاطعه تشتت على هذا الحليب، يعني يشتوا الانتباه ديال الناس، باش الناس يولي يقولوا قاطعوا هذه هي ترونات. واش فهمتيني شنو نقول لك؟ حيت هما دوك الشركات كاملين المنافسه، لا شركات المناضله، لا شركات كاملين خايفين الشعب تولي عنده ثقافه المقاطعه، حيت الا سالينا من هادو غندوزوا للاخرين. فهمتيني؟ ولكن كما قلت لك حنا ماشي ضد التسميه، غير انا غننبه المواطنين، نقول لهاد الشركه اللي حنا مقاطعينها شوفي يا لالا نقصي لنا الثمن اللي قاطعنا 25 يوم غنشرو من عندك بوحدك باش نعوضوك عاوتاني تنتي. فهمتيني؟ هذه نتمنى الشعب يوعى بها باش ما نكونوش حنايا، فهمتيني؟ باش ما نقولوش حنا راه كنستافد السميه، لا ما كنستافدوش السميه، إلا قاطعناك 25 يوم وبادرتي أنت وطيحتي الثمن 25 يوم غنشرو من عندك غير بوحدك. أنا ما شوف أنا ماشي كندافع على الشركة، ولكن نقول لك لا ضرر ولا ضرار. واش فهمتيني شنو تقول لي؟ هو الكلمة اللي قلتي، هو الهضرة اللي قلتي ديال ثقافة المقاطعة قلتها انا في بالي، وكنشوف بزاف ناس كيقول لك اودي راه ما غيتنقص والو. علاش؟ حيت دابا الشعب كيبان ليا نوعيا وعا، اول مره يمكن كنشوف مقاطعه ما كايناش الفيسبوك، كاينه حتى برا، الا مشاو تنقصوا من شي حاجه من هذا صافي ربيتي الشعب على واحد الثقافه وحده اخرى، راه غيولي هضره ولا جوج بيض داير 30 ريال، ها زي خويا ما حتى واحد ما غيشري البيض، تيولي داير 10 ريال. داكشي علاش هذاكشي اللي كتبغي وطرات الارجنتين اخويا حسن، راه داكشي في راسي القضيه ديال الارجنتين كتسمى ثوره البيض، انهم زادوا ليهم بحال قلتي درهم، داروا البيض جوج دراهم، ناضوا لي زارجونتان الناس في الارجنتين قاطعوه، داروا ليه 30 ريال بقاو مقاطعين، داروا ليه درهم ردوا الثمن ديالو بقاو مقاطعينو، وقتاش غيشري؟ حيتاش ما يمكنش يقولوا للدجاجه ما تبيضيش، امتى غيشري؟ تيبدا كيخسر لهم البيض، شحال غيولوا دايرين في الاخر؟ غيولي دايرين 10 ريال، عاد غينوض الشعب الارجنتيني غادي يشري البيض ديك الساعه. حتى واحد النقطه اخرى عاوتاني، كاينين دوك الناس اللي كيبغوا الفلاح اللي كيضر، هذه غير نقطه كيبغوا يوركوا عليها على المواطنين، زعما هذاك الكوفري هو اللي غادي يضر، السيد الفلاح ما غاديش يضر، شحال كيتشري من عندك الحليب؟ انا قلت لك على حساب المناطق، كل ثمن ومنطقه كاينه منافسه، كاين يعني اللي شاري مثلا كيكونوا قراب من اللوزين، كيكون ترونسبور عليه كيبيعوا ثمن اكثر، كاين البلايص اللي كيكون يعني الفيرمات بعاد على اللوزين، يعني داخل فيها ترونسبور، يعني فهمتي شنو نقول لك؟ فهمتيني؟ يعني الثمن مختلف من بعض البلايص، حنا نديروا مثلا جرام و40 لتر، ياك الفلاح الا ضر سيدي هود المدينه بيع لنا هذاك الحليب كومبلي ديالك، نبقى نشرو من عندك ب4 دراهم لتر. هود شري من عندك 4 دراهم لتر، لانه كنشري هنا 9 دراهم على برا. فهمتيني؟ وفهمتيني؟ هود الفلاح انا نشري من عندك انا كمواطن، والله تنشري. انا كمواطن ونشري، حيت دابا الاشكاليه في كاينه هما نسبه الوعي ما بغاوهاش تولي عند المواطن المغربي، وانا كنقول المواطن المغربي راه الوعي اولا، علاش؟ حيت الوعي هو سلاح ذو حدين، فهمتيني؟ حيت لو على الانسان غادي يضرب، دابا كاينين شي واحد الناس اللي مسؤولين على 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 على, على, على الاقتصاد، ما بغاوش نسبه الوعي، ولكن راه الوعي راه كيهم بزاف الحوايج.
الحمله هذه لقيت بعض نقول لك الشباب اللي صغار نجر على هذه الحمله ولا كيدخل في حسابات عنصريه وكيقول مول الحانوت شلوح كذا داك الشيء فهمتيني داك الشيء يعني الحسابات خارجه ويعني يعني كون خدمنا على الوعي اولا ما كناش غندخل لهذ المسائل فهمتيني شنو يعني يعني خصنا نحددوا الافكار اولا الافكار فهمتيني حتى واحد العالم ابراب جاسر ناس قال لك احذر من افكارك فقد تتحول الى كلمات في حتى لحظه لقد تتحول الى قال لك احذر من افكارك فقد تتحول الى كلمات في اي لحظه يعني اذا كنت عنصري من الداخل وخطاهر بان انا ما كنتش عنصري وواحد النهار غطلع لك راك عنصري غتقول شي كلمه كتدل على العنصريه يعني احنا خاصنا كمواطنين شي نصيحه لك الشباب اللي كيتفرج فيك يا صديقي وكل شيء في الكومونتاج كل شيء الناس في الكومونتيرات كيقول لك تبارك الله عليك وشكرا على التدخل لا 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 لا, لا باش نعطيك لا حيت شوف انا بعدا كنحييك على واحد الحاجه بعدا لانك وصلت لواحد المستوى ديال السلام الداخلي هذا السلام الداخلي هو اللي كنقلب عليه كامل كمواطن فهمتيني شنو بغيت نقول لك غير 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 اللي بغيت نقول لك انايا حيت حنا خاصنا نغيروا ما بداخل ديالنا لانه ما يمكنش الاعلام انا نعطيك واحد النقطه اخرى نسيت انا ما قلتهاش من هاد الحوايج اللي جابوها في هاد المقاطعه اش قال لك قال لك خاصهم يشتوا انتباه ديال المواطن على هاد المقاطعه اشنو ما لاحظتش باش قال لك حنا زرع عضو ذكري في دوزان يعني جابوا لي طابوهات اللي ما يقدرش الانسان يهضر عليهم كيحاول يهضر عليهم باش يبارطاجيو ولكن برافو على الصفحات بقاو مقاطعين هذوك وما بارطاجوش يعني ما شتوش الانتباه ديال المقاطعه فهمتيني شنو نقول لك وحنايا باش نكونوا واقعيين حنا ما نكذبش عليك حنا بغينا المغرب يوعى ماشي بالضبط بالمقاطعه حنا بغينا يوعى يعني هذه راه غتساهم في التوعيه ديال المواطن ولكن لو عاد راه غنمشيو بعيد بلا ما يدخلوا بالحسابات حتى دابا الباترونات كيشوفوا مصلحتهم باش نكونوا واضحين وتا واحد ميساج باش نهضروا حتى انا غنهضر واضح الدراري هاد الايام تقدر تخرج شي حاجه شي فضيحه جنسيه شي هذا الشيء متوقع ما تنجروش ورا داك الشيء ما تنجروش وراه داك الشيء فهمتي حيت دابا الدباب الالكتروني دابا في خدام واش فهمتيني لانه فلوس كثيره كتخسر راه الشوهه تيفي فين هي عاجل وانفراد الشوهه تيفي فين هي عاجل وانفراد وكذا وهذه فين هو هذاك الشيء فهمتيني كيديروا الحوايج اللي باشي لهو المواطن باش نكونوا واقعيين ولا لا فهمتيني شنو نقول لك حيت الشيء اللي لهيت فهمتيني فين هو انفراد وعاجل وداك الشيء وفين هو التخريع وكنحييك انا كونك على الاعلام البديل فهمتيني يعني كنحييك انا نكون واقعيين فهمتيني شنو نقول لك يعني دابا انا نعطيك واحد الحاجه فهمتيني الا ولات نطاقات المقاطعه ودابا ما كنشربوش من بحال والو حنايا نقاطعوا الهيني كان من ورا رمضان والفيرا باش يطيح الجامع فهمتي هو بصح هو ثقافه دابا ونديرو حنا هاشتاغ ونكتبو من المحيه ماشي راجل نكتبو عليها حنا واش كاين ولا ما كايناش متفق معك هو شوف باش تكون باش نديرو هاشتاغ نسمو من المحيه ماشي راجل وهي واحد السيده هي طالعه في كومونتير دابا ني طالعه ونقول لها ملي غادي نديرو هاشتاغ من المحيه ماشي راجل راه غادي نجي نحيح عليكم قدام داركم ونختاركم وشكرا لك صديقي نخليو يلا الله ييسر الله ييسر مدخله رائعه مدخل مع هذا السيد عجبتني تحياتي لك تحياتي لكاع الدراري اللي بالرجوله بارطاجيو هذا اللايف الدراري ما تنساوش كونوا نتوما الاعلام البديل خلي الصوت يوصل حيت فعلا كاين واحد تعتيم اعلامي باش نهضروا بالصح بزاف ديال المواقع دايره راسها بحال ماشي مغارب بحال ما كاينينش كاع فهمتي بحال ما كاينينش علاش تيوا خويا راه شوف باش نهضروا بالواقع اصاحبي حتى بنادم اللي كيسب وكيعاير وكيدير احنا ماشي ضد اخ نوش ولا مريم بن صلاح ولا داكشي كامل كاع احنا ضد الغلاء غالي راه بنادم ما عندوش راه بنادم رمضان جاي راه كاين عائلات مساكن راه صاحبي راه 14 درهم مثلا جوج لتر ديال الحليب راه كتجيهم غاليه كتجيهم غاليه صاحبي كتجيهم غاليه 14 درهم ديال جوج لتر ديال الحليب اب عنده 6 الوليدات لا 7 الوليدات لا ام في شي عروبيه بنادم ما عندوش زيد على الزبده زيد على هادي راه بزاف راه بنادم صاحبي راه قال لي غير حرق راسو زيد سيدي علي اللي ب 6 درهم لتر ولا حشومه صاحبي حشومه في 2018 سيدي علي ب 6 درهم لتر اللي هو ما بقيت تخسر عليه والو من الجبل جاي نيشان كديرو في قرعه الماء ب 10 ريال هذا القرعه ب 10 ريال ديجا وشوف تشوف بشحال كاين بشحال كتخسر عليه 2 درهم وكتبيعو ب 6 درهم لتر شكون اللي كيشري نقول سيدي علي كتشري الطبقه المتوسطه يا راه كاين بنادم مسكين عنده الفشل الكلوي كاين بنادم ما كيقدرش يشرب الماء ديال الروبيني كاين مناطق اللي في المغرب اللي ما يمكنش يشرب فيها الماء ديال الروبيني عندك خريبقه شوف سنانهم كيفاش دايرين عندك اسفي
بنادم بقوه ما كيشرب الماء طاحو ليه سنانو. راه كاين شي مناطق في المغرب اللي ما يمكنش تشرب فيهم الماء، وباش يولي بالست دراهم الليتر صاحبي راه بزاف، فهمتي؟ راه داكشي علاش شنو ما بغى يكون. راه بعد مرات بعد مرات خاصك تخلي دوك الحسابات الاخر وتقول اللهم ان هذا منكر، خاصك تخليهم وتقول اللهم ان هذا منكر. دوزو شي مكالمة اخرى. الو الو، السلام عليكم. وي وعليكم السلام ورحمة الله. وي شكون معايا اخويا؟ صباح الخير، معك شعيب. مرحبا سي شعيب، شحال في عمرك سي شعيب؟ طول عمرك 28 عام. مرحبا خويا شعيب. وي شنو المداخلة ديالك؟ خويا اون فيت انا بغيت غير نبارطاجي معاك صراحة، ما كنتفرجش فيك بزاف ولكن عندي لايك لاباج و ديرنييرمون كنتي زعما ملي شفت هذا السوجي هذا كان كريزي انتريسون، كنشكرك دابا من هذا المنبر لانك زعما ان سوجي دو زعما داكشواليتي واللي تريتيه بواحد لافاسون اللي شحال من واحد ما قدرش يتريتيها بعد، فهمتي؟ دونك انا جو ريميرسي بعدا على لا بريز دو بارول. شكرا لك بزاف اخويا شعيب. الله يحفظك بزاف. المهم انا باش نعطي لافي ديالي صراحه، داك اول حاجه اللي كما قلتيها قبيله داكو الشعب المغربي وصل واحد النيفو ديال اننا وصلنا واحد لي جون دا واحد لا كاتيجوري سوسيال اللي ما كانتش حدا ديال عنده واحد الاعتبار، اللي هو واحد لي جون اللي من 16 عام حتى 30 عام تشوف اللي هي لا جينيراسيون اللي كاينه دابا داكور، ولا عندنا ولا واحد لوفيرتور ديال لو بارطاج ديال لافورماسيون. هو دابا الانترنت الحمد لله، دابا انا ملي كنت ادوليسون ولا شي حاجه ما كانش عندنا داك لوبوشين ديال في لي ميساج وداك الشيء، وكما كانش عندنا لوبوشين ديال نوصلوا لي ميساج لواحد لو بوبليك اللي هو يا شي والدينا. دابا كنا شحال هذيك كتشد التليفون ولا شي حاجه فهمتي، كيقول لك واه هضر معانا وخلي التليفون. دابا وليت كدو معاهم هو شاد بها في التليفون، فهمتي؟ يعني هما وراسهم واحد الجينيراسيون اكس اللي كانت قبل منا ولات عندهم لا فورماسيون تاعهم ولا كيوصلوهم الميساج، فهمتي؟ دونك الحمد لله زعما ماشي غير هذوك لي جون كيسكون كونسيرني باغ لو بويكوت اون جينيرال ولا باغ لا فورماسيون اون جينيرال، فهمتي؟ ماشي الدراري ديال الجاليه، بغيت الناس ديال الجاليه، الناس ديال الجاليه هما اللي بغيت دابا في كومونتيرات يعني بالرجوله، الناس اللي كيتفرجوا من الجاليه المغربيه غادي تكتب في كومونتير الحليب وغادي تصرف مثلا الدولار ولا الاورو الدرهم، غادي تقول مثلا في كومونتير طاليان ايترو الحليب بجوج دراهم، قرعه الماء بجوج دراهم ولا بدرهم، ميريكان قرعه الماء بدرهم. بحال هكا بغيت الناس ديال الجاليه باش ناخذوا واحد الفكره، وانا غادي نملي عليكم الكومونتيرات وغادي نقول لكم الماء والحليب شحال داير برا. انا غادي نقول لكم الدوله باغي اخي، قول لنا خويا انا من الجاليه انا في كوريا، اوكي قلنا في كوريا ولا في باريس، باش الناس كاع الناس اللي كتفرج وعايشه برا كومونتي عافاكم وعطيونا الاثمنه ديال الماء ياك والاثمنه ديال الحليب شحال كتشريوه وليسونس كذلك والمازوط شحال. هذيك اشاعه ديال وفاه عبد الله فركوس ما كايناش، هذيك اشاعه ديال عبد الله فركوس ما كايناش، البيضه ولات بدرهم واخا الدجاج تكون بيضه في كلينيك. انا مهني بالقضيه ديال البيض، ديال النهار الاول شريت واحد جوج دجاجات بلديين جوج فرارج الحمد لله، ديما البيض بلدي في الجردة، البيضه ولات بدرهم، سويد ايترونس ب 11 درهم. مرحبا اخويا جوبا، هذا جوبا قال لك بان في السويد ايترونس ديال الحليب ب 11 درهم، ياقوت قالت لك موناكو باك ديال الماء انغو يعني 10 دراهم، الصحراء البرويني ديما مقطوع ومالح ماشي حتى ديال داخل تكساس يونايتد 1.19 دولار بير غالون 13 درهم 3 لي دخل 13 درهم 3 يورو. اوكي وصرفوا لنا الدراهم اخويا، الحليب فرنسا 5 دراهم لتر، الماء 2 دراهم لتر ونص، وشوف معايا فرنسا هذه فيها الحليب ب 5 دراهم لتر والماء 2 دراهم ونص زيد اللي تاخذوا ب 2 جيغام، هذه فرنسا باريس ايترو ديال الماء ب 2 دراهم لا 0.68 عطيونا الدراري بالدرهم باش نقولوا. انا خويا في تورونتو في كندا عندنا لتر ديال الحليب ب 2 دراهم تقريبا، يلا انا من تركيا خويا ايترو ديال الماء كيدير 3 دراهم وخلاص، الا شريتي 40 لتر ب 20 درهم يلا، هولندا الحليب بيدو ديال 3 لتر ب 1.50 شتو على اشمينا. حليب في المانيا كامل الدسم 3.5 خاطر ثمنه 0.78 اورو يعني 7.8 درهم مغربي، خو انا من الجاليه المغربيه مقيمه في المغرب. ايطاليا الحليب ب 5 دراهم، طاليان فيها الحليب ب 5 دراهم والماء ب 2 دراهم يلا. ماليوم السميك ديال حنا ما كنهضروش على السميك دابا، حنا ما كنهضروش على السميك، كنشوفوا غير الاثمنه، غير الاثمنه. انا في اوكرانيا اوكي نشوف هذا اللي في اوكرانيا بشحال عندهم
بشحال عندهم يعني تقريبا سميك 6 لتر ديال الماء بدرهم، واحد لتر حليب ب4 درهم. يلا زين مع هذا انا من الجاليه. هي شو الدراري اقراو الاسئله ديال الكومونتيرات. موناكو باك ديال الحليب فيه 6 3 اورو، السليق 3 اورو. هادي موناكو، موناكو غادي نشوف واحد السيد من كوريا الان. واش هذه الجنوبيه ماشي الشماليه؟ الو الو الو، معنا الاخ من كوريا الجنوبيه. السلام عليكم. مرحبا بك يا صديقي، شنو سميتك وشحال في عمرك؟ قطع لي اللايف بحالك. سميتي نصير. انا قطع اللايف. ايه سميتي نصير. سميتي نصير يا اخوان. من كوريا. من كوريا، اين مدينه في كوريا؟ سيول. سيول سيول. مرحبا بالناس ديال سيول. شحال الساعه عندكم دابا؟ الله يخليك. دابا انا نشوف لك شحال دابا. 8 الصباح. 8 الصباح وباقي سهران معنا. مرحبا بالجاليه الكوريه كامله. خويا نصير شحال داير عندكم الحليب تما؟ الحليب يا خويا داير كناخذ انايا بوديزه كبيره، زعما بوديزه كدير قول تقريبا 20 درهم مغربيه، ولكن بوديزه يعني ديال 5 لتر قول تقريبا بحال هكا. 20 درهم مغربيه يعني 4 درهم لتر في كوريا. في كوريا وحليب كامل الدسم المذاق ديالو. ولكن شنو نقول لك، حليب يعني اي حاجه اوريجينال عندهم هنا يعني. خليني من شي حاجه اوريجينال ديال بصح. والماء قرايه ديال الماء يعني 8 اترو، سميتها 8 اترو يعني 8 ديال القرايه ديال اترو. اييه بحال ديال سميتها بحال ديال سيدي علي كبيره. اييه فهمتي. إيه؟ هذيك دايره 8 دراهم مغربيه يعني درهم لتر تقريبا درهم للقرعه. واش بحال درهم للقرعه. والمذاق ديالها زوين يعني معدني. لا ما عديني فيني بالك زعما تيجي علي ولا شي حاجه بحال هكا كتمشي اللي عندنا حنا. درهم لترو فهمتيني. بدرهم لترو، ولكن كنقول لك زعما شي حاجه اللي نورمال بحال دابا الماء الحليب هادي. اما كتفوت زعما هاد الشيء هذا يعني كتولي الغلا. تقريبا كوريا من اغلى الدول في العالم. الدول زعما اللي فوالا كلشي فيها غالي، ولكن شي حاجه اساسيه في الماكله زعما داكشي كتكون رخيصه فهمتيني. شحال السميك في كوريا؟ شنو هي؟ السميك في كوريا بشحال؟ السميك؟ نقول لك اخر صاريف، اخر صاريف كيتخلص به الواحد هنا يعني في يعني بلا شي بلا خدمه يعني ما عندك لا ديبلوم لا شي حاجه فهمتيني؟ كتخدم كتاخذ 800 درهم 900 درهم في النهار. اوه 800 درهم 900 درهم في النهار بلا ديبلوم بلا والو، يعني تقريبا واحد 25 درهم في الشهر. يعني السميك ديالهم جوج مليون. وانت غادي طالع وانت غادي طالع يعني. حنا كنهضروا على شي واحد في كوريا اللي ما عندوش كاع يعني. السميك عنده فوا 10 على المغرب اللي هو 2500 درهم، وقرعه ديال الماء دايره درهم. واطرو الحليب داير 4 درهم. والمغرب اللي فيه المواطن كياخذ 2500 درهم. كياخذ عباد الله قرعه ديال الماء ب 6 درهم. القرعه ديال الماء ديال 6 درهم، القرعه ديال الماء ديال 6 درهم راه ما بغاش تفهم ليا. واحد في السعوديه شي واحد ياكد الخبر قال لك ان السعوديه اللي هي والسعوديه اللي هي صحراء عباد الله، صحراء فيها ايترو ديال الماء ب 4 درهم. ما كنفهمش انايا فهمتي. ما شي محلل اقتصادي ولا شي واحد. اوكي انا من سيدي سليمان. اياه غادي ندوزو عند واحد الشخص اللي هو عنده في الدومين هذا اللي غادي يقدر يفهمنا، ولكن غادي نتحفظوا على ذكر الاسم ديالو. كوريا بلاصة. يلا كوريا كوريا. الو السلام عليكم. الو كي داير بخير؟ قطع لي اللايف من حداك. عرفت شي اسم مفتعل؟ وي خويا ماريو اسمك مزيان. اييه مرحبا بك. نعطيك شي اسم مفتعل؟ شنو مالك في بلاصه؟ خليك معايا واحد الدقيقه. اييه الله يحفظك. الو كتسمعني دابا؟ كنسمعك. شنو سميك؟ محمد مزيان. انا اسمي شي محمد. وي محمد الرباط. اييه اييه. الخدمه انجينيور ديزيتود. اها فاش تقدر تنفعنا محمد باش نفهم المعلومات؟ المعلومات تتصل بيا بعد 10 دقائق استماري ولا راه سير خذ راحتك من بعد نرجع نتصل بك اخويا محمد. يلاه يلاه سالي لي داك الشيء ديالك ونرجعوا نتصلوا بك اخويا محمد. الدراري عطاونا النتائج ديال ماتشات امريكا اللاتينيه. ذوك الماتشات اللي بعديين واش بادي البي ولا ما كاينينش؟ كوبا ليبرتادوريس بالرجوله شي واحد يكوبيا ويقولوا لي في كومونتير. اياه
جو سوان تكنيسيان في ليلفاج، انا غندوزك سي غيدان ايه خدام. اوكي بقاو معانا باش نشوفوا الناس المقاطعة. ايه دابا يوصل الصوت. اوكي دابا الاخوان الناس اللي يقدروا يهضروا لينا على ليسونس بشحال خصو يكون عافاكم، جاوب بجوجهم بجوجهم من الماتشات اللي بعيدين. الناس اللي يقدروا يهضروا لنا على ليسونس ولا الشركه ديال افريقيا، واش محتاكرا واش محتاكراش، يعني اللي يقدر يعطينا معلومات اكثر يصيفط لي اس ام اس يقول لي ماريو بغيت نهضر في هذا الموضوع، وغادي ندوزو بكل شفافيه، يدوز في هذا الشيء هذا يعني بكل شفافيه غادي ندوزوه اليوم. دوزني راني فلاح. اوكي نشوف هذا الفلاح هذا من مدينه بركان، هذا الفلاح معنا من مدينه بركان غادي ندوزوه دابا. نعيطوا ليه سيدي هو الاول. اوكي سميك موناكو 1800 اورو سي فري لي كورس الخاص بزاف مي لافي. ايه الو السلام عليكم. السلام الله كي داير صديقي لاباس عليك كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله بارك الله. الحمد لله. شنو الاسم الكريم ديالك؟ نعم الاسم الكريم ديالك شنو هو؟ خويا البحري من بركان. محري من بركان، شحال في عمرك السي البحري؟ 28 سنة خويا. 28 سنة انت فلاح؟ نعم اخويا. عندك شي بقايرات؟ انا غير باش نوضعك في الصوره، كان عندي 7 بقرات ايه ومع ذاك الثمن كما نقولوا الغير الغير مناسب درت فايت. انا درت في لافاك ودرت مشروع ديال الابقار، ولاني الثمن والشركه ما كيتعاملوش، وصراحه الله درت فايت مشروع كما نقولوا. يعني انت تفلوش على شي بقر باش تبيع الحليب ولكن درت شي فايت؟ وي ذاك الثمن ما مخافش كما نقولوا. لا بقره ودابا فاش كنتكلموا على الثمنه ديال الحليب وشحال كتهرب البقره، قلت نعطيكم بعدا واحد شي حاجه المعلومه اللي كارانتي كما نقولوا. كيف هذا السؤال اخويا وانا نجاوبك واخا. هاد البقرات هادو ونعاود معاك من الاول، بشحال بديتي هذا المشروع هذا؟ بشحال شريتي 6 البقرات ولا 7؟ انا اخويا ما شريتهمش دقه واحده، وكنت كل مره كنا كل شهرين كنشري واحده. اخويا الابقار اللي كنت كنشري كيتراوحوا ما بين جملايين 300 حتى لجملايين 600. جوج ملايين و600 مزيان. غادي نهضر مع غادي نرجع معاك على نهار كانوا عندك 7 البقرات، شحال كنتي كتخسر عليهم ديال الماكله في النهار؟ اخويا البقره فاش يكون عندك 7 مثلا ما غاديش يكون لك كلشي يحلبوا، وحده وحده كتحلب يلاه باديه الانتاج، وحده في الوسط، وحده يلاه غادي غير تولد كتكون واقفه، وحده كتكون مريضه. دائما انت دير ما ديرش 7 كلشي كيحلب، فهمت؟ دائما دير التولد هو اللي كيحلبوا لك، يعني وحده قاطعه وحده باغيه تولد وحده ناقصه في الحليب اخر الانتاج ديالها، فهمت؟ هكا كتمشي الامور. بشحال كنتي كتبيع الحليب انت للتعاونيات؟ اخويا حنا كنا كنخدموا مع كوليمو ماشي مع سونترال. ايه هاد كوليمو كوليمو ديال الجوده ولا ديال اش؟ لا لا كوليمو تعاوني ديال كوليمو بوحدها جوده، يعني كوليمو شركه بوحدها، كاينه كوليمو سونترال جوده هادو هما اللي معروفين في المغرب. هي بشحال كنتي كتخدم مع هاد كوليمو بشحال كتبيع ليها؟ خويا كان ياخذ علينا حليب ب 3 دراهم و90 فرنك. 3 دراهم و90 فرنك و90 فرنك و90 فرنك 390 فرنك. يعني 4 دراهم قل شي حاجه، 4 دراهم قل واحد قل جوج دورو كيما نقولوا حنايا، قل جوج دريال. اييه وشحال كانوا كيعطوك شحال كانوا كيعطوك ديال الحليب هاد البقره في النهار؟ انا البقرات اللي كانوا عندي كيما نقولوا ما جايينش بالخارج ديريكتومون، لاني زادوا هنايا هما هو كيما نقول كيما نقول الامهات ديالهم جايين برا، ولكن هما تزادوا هنايا حيت دوك اللي كيجيو من برا صعاب شويه. اخويا انا البقره اللي جابت لي كيما نقولوا 45 يوتر، البقره اللي جابت لي وصلت 45 يوتر انا بالنسبه ليا على حسب التربيه اللي درت، البقره المخيره وصلت لي 45 45 يوتر 45 يوتر، واللي ما كانت تجيب لي كانت تجيب لي 30 يوتر. كان عندي بقرة مزيانية كيما نقولوا حيت كتبيع. وكيفاش خسرتي من ملي من 30 و45 يطرو كتبيع يطرو واحد ب 4 دراهم؟ كي درتي لهاد الخسارة هادي ما فهمتش؟ ايوا خويا شوف راه البقرة مثلا كتحلب لك ما كتعطيكش 45 يطرو سنة كاملة، كتولد لك مثلا اليوم ديك 15 يوم الأولى بعد حليبها ما كتبيعوش حيت كيكون البا كتخلي عندك في الدار. ايه
اون بليس زيد عليها العجل ديالها بكره كيكون عندها العجل كيشرب ديك العجل ديالها بغيت تعطي الحليب مزيان خصو يشرب ديك ما بين 7 ايطور 8 ايطور في النهار هذيك كيشربها العجل اييه زيد كيبقى لك داك الحليب كما نقولوا كتبيعو داك الانتاج بغات مثلا 3 شهور الاولى من بعد الولاده كيكون الانتاج قوي 3 شهور الزوجه كيكون اللي كينقص لك الانتاج ديك شهرين التاليه كيهبط الانتاج والبقره كتكون في الحف فهمتني يعني الانتاج كان كتقطع عليها عاوتاني قول لي الشهر اللي الشهر اللي صورتي فيه الفلوس مزيان في الحليب شحال دخلتي فيه تقريبا بسبعة البقرات كانت تجيني في الكنزينة كانت وصلت حتى 8000 درهم في الكنزينة 8000 درهم في الكنزينة يعني 16000 درهم ماشي دائما غير واحد 3 شهور ولا الطريقة تنقص القضية فهم يعني وصلتي حتى 16000 درهم يعني مليون ونص تقريبا مليون 120000 ريال في الشهر الشهر ولا يعني ماشي السنة كاملة راه غير شي فترة من السنة باش كيتجمع لك الحليب شي مرات كيجيوك البقرات كيما نقولوا الحليب ديالهم كيتلاقى كيتجمع الحليب ديالها فهمت ايه مزيان شحال كنتي كتخسر على البقر في الشهر مثلا ديك البقره كتعطيك 45 يطر باش تكون باديه ايه يعني ماشي كلشي كيعطي 45 انا غير عطيتك مثال فهاد 45 ايه هاد مولات 45 يطر كتاكل لك 12 درهم 12 كيلو ديال العرس في النهار ايه يعني شحال سومت 41 درهم سومت 41 درهم 40 درهم في النهار كتاكل لك بقره واحده يعني عندك تقريبا كتاكل هذه غير العرس هي العرس هذه العرس المركب يعني عندك السلف عندك بلا الاعلى في الخشينه التبان ولا الفصه فهمتني يعني الماكله ديالك كتوصل ما بين 50 درهم 55 درهم في النهار البقره يعني عندك 7000 ريال ديال البقره في النهار باقي كاع ما باقي يعني باقي كاع ما فقتي عندك 7000 ريال ديال البقره ديالك يوميا خصها تاكلها واش انت تشري البقره بجوج المليون ونص وفي الليل خليها انا تاع البص على السيما انا كنفرش لها التبن فهمتني فهمتك ولا خلي فرش الناشتي في الارض راه تمرض لك والطبيب تابعك يعني الا نعسات البقره في الارض كتمرض خصك ضروري تفرش لها التبن الا واش انت غادي تشري ما يمكنش الا فرشت ناشتيها في الارض في المشتى غتمرض لك برجليها وتصدق جايب لها الطبيب وخسر الدراهم ولا عاوتاني مشيت تفرش لها التبن يعني كنحاول راه كيوصلت ما فهمتش كيفاش البقره تمرض لها نعسات في الارض وفرش لها في بيت الناس كاع ما فهمتكش مزيان حاولت شوف الابقاء كان ذاك البقري البلدي البقري البلدي ديال المغاربه اللي هو قليل شويه هذاك ما قال واحد الطبيب هذاك هو البقري اللي ما كنتعاملوش معاه حيت كيصبر البروده والسخانه وداك الشيء ولا كيجيبوه يسلك معاه صافي وداك الشيء اللي عطاه الحليب هو كيقنع به ولكن ملي انت كتشري البقره بالثمن البقره ديال كما نقولوا السلامه ديال الخارج شويه سونسيبل حساس ما كيبغيش كما نقولوا كيبغي الناس كيبغيش تبغي شويه النظافه فهمت الا خليته ينعس الزبل ديالو والغيث ديالو راه تمرض كثر تمرض بالحليب بالبزول ديالها كيما نقولوا فهمت ايوا شكرا لك يا صديقي وتهلا لي فراسك يا صديقي سلام الله يعاون دابا غادي ندوز عند واحد الشخص اللي غادي يهضر لينا على افريقيا اللي قال لك عنده معلومات يا فين هو عندي دي زانفو فينك يا صديقي خويا ماريو بغيت نهضر اون مينوت ما نطولش اوكي ماري بغيت نهضر على افريقيا غاز اوكي مرحبا بك يا صديقي فلوس مشاو مع ماريا شي كومونتيرات صاحبي غير في مقاطعه واحد كيقول لي عطا السوشي الو السلام عليكم هلا اخويا حبيبي بخير كلشي بخير شكون معايا معك امين موجده مرحبا سي امين كنتي باغي تهضر على الشركه ديال افريقيا ياك ايه مرحبا بك شنو كنتي باغي تقول لنا على هذه الشركه ديال خويا بالنسبه للشركه تاع افريقيا واخا راهي مع المقاطعه راه ضروري إيه؟ انا غادي نبغي نقاطع ولكن ما غاديش نقدروا يعني الا قلنا غادي نلويوها يديها مليت نتاع الشركه اللي كتوجه فهمتني كيفاش لان الشركه نتاع افريقيا وكيما الا دخلت غادي تدخل لجوجل وغادي تكتب الجروب تاع اكوا ياك تكتب لي هاد الشركه بلي هاد الجروب تاع اكوا هو الوحيد اللي يقدر يدخل للبلاد لي كاربيرون قابلهم كاملين يعني الى التجئنا للشركه تاع طوطا ولا نتاع
يعني الشركات الشركات الاخرين، يعني الشركات الافريقيه هي اللي كتفك، هي اللي كتفرق ليسونس والغاز هي اللي كتفرق كلش. يعني الا ما شريتش عليها غادي اوتوماتيك مبارك في البرودوي نتاعها، يعني كيما درتي لها وحله. واش هو الحل يعني اللي خصنا درك؟ احنا انا ماشي ضد مقاطعه، احنا راه مع المقاطعه، ولكن خصنا شي حل. الحل هو اللي خصنا نخمو فيه. يعني اذا كانت بغينا نقيسوا على يعني الحاجه اللي كتوجد الحق، يعني خصنا نقطعوا الكاربيرون كاملين، يعني خصنا نقطعوا كاع الشركات ديال الكاربيرون كاملين. ايوا غادي تدخل هذيك القهايا جروب اكوا الهولدين الماروكان، مولا هو عزيز اخي نوش ولي وكريم هي على اسمها اكوا، يعني هذيك اكا الاولى تاع اخي نوش وكريم. وكريم شكون هذا؟ دبليو في ار، دبليو في ار نتاع 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 لا فامي وكريم. ولكن كيف لي بان المقاطعه ديال افريقيا، يعني كيف ما بغى يكون الحال، هي صحيح هي كتربح، ولكن داكشي الاخر كتربح ان بورسونتاج، يعني الشركات الاخرى شال الى اخره، هي شركات عالميه. كيف ما بغى يكون الحال راه يعني غير كيسولها، ولكن راه كيف ما بغى يكون الحال راه افريقيا غاز، يعني اللي كتحكم في هادشي هذا، ولا الشركه ديال افريقيا كتبيع لهاد الشركات هادو، اللي راه كتبيع لهم الثمن صح ديال السوق العالميه اللي هو الثمن رخيص بزاف. فإلى قطعتي الشركه ديال افريقيا اللي كنشوف انا، يعني غادي كيسوقي واحد البورسونتاج قليل غادي يكون عنده واحد البورسونتاج كبير، بالتالي غتكون مضطره انها تنقص في السعر، والا نقصت في السعر ديال البترول ديالها اوتوماتيكمون كاع الشركات اللي كتبيع لهم غادي ينقصوا في السعر ديالهم، لانهم كيشريو من عندها. هذا هو رانا كملنا. شوف رانا دروك الكاربيرون والغاز. ايه كسمع كمل. يعني يعني نكون بغينا نقصوا حتى الثمن تاع الغاز، الا زاد في حاله ما زاد ورا اوتوماتيكمون راه زاد، الكون غادي تحس بلوتين تاع الغاز غادي تلقاها نقصت شويه، تكون اللي كيقدر يعرف البورسونتاج تاعها واش نقص ولا ما نقص. يا يعني اوتوماتيك مورا نقصت انا بعدا حسيت بها بلي راه يعني داك البوطه اللي كنا كنشريوها بكري ماشي هي تالي. ديك البوطه ما بقاوش كيعمروها حتى للراس. شفت المشكل فين؟ انه الثمن باقي هو. صح. راه تغيير ملحوظ، راه تغيير ملحوظ بزاف. لانه يعني الكيلو نتاعها القديم ماشي هو الجديد. لا هو بصراحه انا لاحظت، انا كانت الوالده كتقول لي سير جيب بوطه على شحال، دابا وليت او كل شويه كتقول لي سير جيب بوطه. فهمتي شتي كيفاش كيدايره؟ غادي حتى فهمتي هذه غير نقطه، هذه الغاز، هذه اللي كنت شفت انا ديك القرشه نتاع اتاي كانت فيها 250 غرام ولا 300 غرام. شنو هي؟ القرشه نتاع اتاي نتاع اتاي الشاي تاعي. ايه ايه كانت بكري كتجي فيها 250 غرام، اليوم كون غادي تشري القرشه نتاع اتاي غادي تلقاها فيها 200 غرام. هاي 50 غرام. صاحبي المهم خص الانسان اللي عليه خص بنادم يكمل في هذه المقاطعه هذه اللي مدات 10 شهور. احنا ماشيين مورسو بمورسو مورسو مع الشركات ونشوفوا ثاني الحل الاخر، ولكن الانسان خصو من برك يعني يكون دايرين واحد التفكير، لانه ما غاديش نبقاو ماشيين غير هكا. رانا كيما قلنا هاي الشركه للاسف تقطع. راه ليسونس نقال لكم واحد الكومونتير، جي باسي ان ستاج في لا ديون ديال في البور بيترولي ديال المحمديه ماريو، راه ليسونس كيدخل غير بجوج دراهم، مي لي تاكس ايتاتيك ولا مارج بينيفيسيير ديال لي سوسيتي كيخليهم يبيعوا لينا بالتخاور. يعني تقدر تفهمنا يا صديقي ولا تصيفط لي ميساج انا نتصل بك، يعني كيقول لك بان ليسونس في المغرب كيوصل جوج دراهم ولا تاكس كيوصلوا شحال وصل دابا 9 10 ديال الدراهم. المشكل ان خص ليسونس ينقص، لان انا نقص ليسونس غينقص كلشي اوتوماتيكمون، غتنقص البصله مطيشه تفاح البنان بيرلا كلشي غينقص. شال اللي كتوزع هذاك الدب، لا ماشي شال اللي كتوزع، شال ماشي شال، خلوه حتى رمضان وقطعوا كلشي. اوكي الاخوه اللي ضد المقاطعه اللي ديروا ايا عليا. اوكي ندوزو شي شخص اخر، بغيت نتعرف على الناس معناتها الحكره اللي كنعيشوها مع هاد الناس لعل وعسى. اوكي انت الاول اخويا ندوزوك لهاد الحكره اللي كتعيشها مع هاد الناس هادو، وعافاك بلا سميه باش ما يجربش عليا. اوكي صديقي صبر ستا ايا انا غنعيط لك دابا وعاود لينا على هاد الحكره هادي.
وكالعادة الإخوان بارطاجيو اللايف باش ما يوقفش لا كان كيتسيني على باش يوصل لكل أنجا الإعلام البديل وصلوا بزاف ديال الناس. تمن فيه 95%. ألو قد لي الصوت ديالك يا صديقي، حيد اللايف بحدك قد لي الصوت. ألو شكون معاك؟ حسن صابر خير. الحمد لله. شكون معايا؟ شو سميتك؟ معايا حسن. شحال في العمر ديالك اخ حسن؟ الاخ عندي 26 سنة. ايه علاش كنتي باغي تهضر؟ خويا انا من الناس من العمال ديال افريقيا كاس. ايه فنوصل لكم واحد يعني هذا الشيء، نوصل لكم واحد المعاناة يعني المعاناة اللي كنعانيوها حنا كعمال. فهمتي دابا باش تعرف الدراري كيقولوا افريقيا غاز باش تفرقوا. دابا راه تفرقوا، كانت افريقيا غاز هي اللي كتشمل المحروقات وكانت كتفرق محروقات المغرب، كانت فيها هذيك بوطا الى اخره. دابا راه الشركات تفرقوا ولات افريقيا غاز بوحدها وافريقيا بوحدها. اييه افريقيا غاز اللي توزيع المحروقات كانت كتشمل يعني كان فيها المازوت وكان فيها الغاز. دابا تبدلوا، دابا ولات افريقيا غاز مختصه بالغاز، افريقيا بترول مازوت. دابا بغيت نقول يعني باش ندخل الموضوع، هاد المقاطعه هادي اللي داروا هاد الناس هادي صراحه كنا كنستناوها حنا يعني مش حال هادي. يعني الثمن اللي داروا المحروقات ثمن اثمنه خياليه وجد خياليه. يعني بنادم كان عاقل على المازوت، انا عاقل للمازوت كان كيدير 8 دراهم 7 دراهم وكان كيجي الناس غالي. الاحرى دابا واصل في الناظور، هذيك في الناظور واصل 10.05 10 دراهم 0.05 في الرباط. في الرباط داير 9.92 يعني فرق كبير اللي تزاد فرق، والفرق اللي هو سي حسن بنادم كنا كنخدم. انت واش خدام شي ستاسيون ديال ليسونس ياك؟ انا خدام في ستاسيون ايسونس ديال افريقيا، ما نذكرلكش الاسم ديال المعروفه. حسيتي بهاد المقاطعه هادي؟ واش باقي كيجيو عندكم طوموبيلات بزاف ولا نقصوا ولا حسيتي بهاد المقاطعه؟ لا ما نكذبش عليك، بالنسبه للستاسيون اللي خدام فيها انا جات واحد الموقع استراتيجي اللي هو يعني كبير. هي نقصت واحد النسبه ولكن ماشي بحال الستاسيونات اللي في اكادير في مراكش اللي مابقا كيدخلهم حتى واحد. حنا نقصت عندنا وملحوظه انها نقصت ولكن ماشي بديك النسبه كاع، ولكن على الاقل كتحس بان واحد البورسونتاج نقص في هذيك البلاصه اللي كنت. لا كاين 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 يعني كاين النتيجه. شوفين هاد الناس هادو حنا بالدور ديالنا حنا كعمال دابا انا تقريبا غادي 4 سنين وانا معاهم. حنا كعمال كنتعامل مع واحد الشركه، نقول لك ربما انا كنفكر انني نخرج. انا انسان دبلومي وقدر المغرب هو هذا، ما عندك هنا ما عندكش سي حسن واحد السؤال، ما عندك ما تاكلش سي حسن واحد السؤال الذي يخالج عقلنا كيسول. نعم؟ اي مغربي السيد اللي كيخدم خدام كيعمر ليسونس شحال وصل ليه الصدر في الشهر حسن؟ هذا خويا هذا الشيء اللي بغيت نهضر معاك. تصور معايا 400 شوف يعني قلت لك في شهر 8 غنكمل 4 سنين. مازال الصالير اللي دخلت عليه هو اللي مازال عليه شحال؟ هو ديال 2350 درهم صافي. 2300 هذا الموضوع هذا بغيت نهضر معاك باش الناس اللي كيكون عندهم طوموبيلات والناس اللي كيستعملوا بزاف هذه المحطات هذو يعرفوا. الا شتي لاحظنا ان مزود في توتال يعني شدوه كيصغر. ربما الناس هذي يجي يقول لك السيد ما عارفش كيفاش شنو كاين، يقول لك السيد هذا لقاوه كيسرق الدجاج بقمق. راه بالسيف اخويا غيسرق الانسان. انا كنعرف انسان خدام معنا، خدام معنا يجيك واقع خدام معنا تيصلي وبولادو وتيسرق، راه هذاك الصالير شنو غيدير؟ بنادم قدام 17 عام وعنده 64000 ريال، 64000 ريال ما غاديش يسرق. وكاري وكل ربعه ديال الدراري ما جاتش. فهمتيني؟ حنا يعني تجي دير مثلا دير مو بغيت تهضر تيقول لك ابي دير لنا النقابه سير طق فين يلوحوا كتامه او يدخلوا لك تما غير بخوش قلت لك غير البرد فين بغيت تهضر كتهضر طق العيون الوجديه العيون الشرقيه ما يدوز محلك حتى واحد كينسى حتى تقول لهم انا ها هو حوايج يمشي بحالي هما ديال العقوبه اللي كيعطوا ما يقدروش يجروا على بنادم باش يعطوه الفلوس اللي كيسال. انا 4 سنين باش تعرفوا هذه الحاله
هاد الشركه هادي وراه الدراري اللي كاينين دابا كيكونوا كومونطير اللي يعرفوها وعارفين دابا الشركه شنو دايره. الشركه ديال افريقيا شنو كدير؟ مكتفيه بالبيرسون اللي عندها، لي بيرسون اللي عندها، الخدام اللي عندها، البيرسون اللي عندها مكتفيه بهم. شنو كدير؟ دخلت مع واحد الشركه اللي هي ديال اللي مخصصه بيرسون اللي سميتها جي بواي. هاد الشركه من الاصل يهودي، ياك يهودي اللي دايرها. حنا وصلنا في كل يهودي يكون كيعبد البقر، حنا ماشي سوقنا في داكشي ديالو. لا لا غير سمع سمع، يهودي شنو دار؟ قالت لي هاد الشركه هادي غتبقى تخطونا للبيرسونيل لي بيرسونيل، غتعطيهم لينا وكيخلصوهم هما وحنا تيوصلنا داك يعني داك الرزاق. يعني كما تنقولوا تيديروا كلاسيناسات، كيديروا كلاسيناسات يعني بلاص ما يدوزوا العمال نيشان يديروا كونترا مع الشركه ديال افريقيا. كاين ناس كيخدموا مع شركات اخرى مدرجين. تصور معايا الدري خدم 3 سنين ما يخرج 8 يشد حشيتي البوست ديالها، يعني الاقر ديال هذه الشركه ديال ما كاينش، ما كاينش ما كاينش مقر ديال هاد الشركه اللي خدامه سوت خطو، ما كاينش. اسمع لا والله ما كاين، مشيت طلبت سيرتيفي يعني الشهاده ديال العمل، عطوني شهاده العمل. شوف عباد الله خدام معاهم تقريبا 4 سنين وعطوني شهاده العمل وحده، انا اللي خدام هذا الوقت هذه حتى هذا الوقت. عرفتي شحال عطوني من شهاده؟ عطوني كل شهاده فيها 3 شهور 5 شهور 29 يوم. علاش ما يعطوني 6 شهور دورها؟ حيت الا عطوني 6 شهور ونهار بالزوم عليا انهم يرسموني. عطوني شحال من شهاده؟ عطوني شي 5 شهادات ولا 6 فيهم 5 شهور 5 شهور 29 يوم 5 شهور 29 يوم 5 شهور 29 يوم. حيت الا عطاوك شهاده العمل فيها 6 شهور خصهم يرسموك. خصهم يرسموني. فهمتي ولا ما فهمتيهاش؟ فهمتك فهمتك. يعني انت خدام معاهم بكونترا دابا؟ انا خدام معاهم دابا بكونترا. شنو كيديروا؟ كيرسموا الناس اللي باك صاحبي. انا كنستنى، انا كنستنى المسخر، كيستناوني من قبل وليدات، كيستناوني راه باغي ندير الوقت على الزواج. شحال من حاجه راه باقي باغي نديرها في حياتي. ولكن هاد الشركات يعني انا والله وكنلقى من اليوم والله تنبدل. راه قاري عندي باك ديالي، عندي دبلوم يعني بعيد على هذا الميدان هذا اللي خدام فيه، ولكن الله غالب ما عنديش، ما عنديش كيفاش ندير نخدم. شوف يعني بعض نضرب صراحه هادشي راه عيق. الشركه غوله صاحبي، بنادم اخنوش نجيب له العام اللي فات مدخل 66 مليار رباح، اودي زيدوا في المازوط مثلا، ماشي ما تزيدوش، خليو بهذا الثمن، ولكن على الاقل هاد العمال البوفريه بحال اللي كنقولوا. انا نقول لك كلشي اللي كاينين تما كلهم مكرفتين. شنو تيجيو لك كيقول لك حقا ما حقا كاين جاي فلان جاي فلان بفلان. نجي نكمل لك بعدا. هذيك الشركه اللي قلت لك، هذيك الشركه الوهميه شنو كدير؟ يعني حيدوها لذاك السيد تنادلو، قال له ودي هاد السيد هذا اللي كان داير هذيك الشركه ديال بيرسونيل شدها المدير العام ديال افريقيا، ولا كيدخل المداخل اللي كانت كتعطي افريقيا لذاك السيد، ولا كيدخلو من راسو. فهمتيني؟ حيت هي تيليمنت خرجت من المغرب. يعني ديك الشركه اللي باقي السميه، باقي السميه، باقي غير السميه دابا، السميه ديال افريقيا اللي كاينه غير السميه ديال جيبوي. راه مشيت باغي نمشي للمقر ديالهم، نقول لهم علاش عطيتوني؟ مشيت للاداره، راه كاين داين في مشيت كنقلب باش انني نشوف انا هاد لابليكاسيون هادي ديالاش عطيني جوبيا وشنو كاتبين لي. هذا بلاتي باش نجاوبك، واحد خينا قال لك انت كذاب سيدي، هو في افريقيا كيتخلص 7000 درهم. الا كتخلص ب 7000 درهم اقسم بالله العلي العظيم اجيبو قدام يقول لي شنو هو البوست ديالك. 7000 درهم في افريقيا، ولكن مشي نمشي نخدم غير خدمة العام اللي خدمة العام اللي خدمة. واش راه حماق؟ غنزيدك اخي الحسن والله هادشي اللي كنقول والله جاد عليا، والله ما كاين شي زواق ولا شي حاجة. الخدمة اللي كنخدمو، قول لي سولني على السوايع شحال كتخدم؟ شحال كتخدم من ساعة في النهار؟ خويا كنخدمو كاين جوج جروبات في النهار، جوج جروبات كيخدمو في النهار. هاد السؤال تقول لي جوج جروبات والستاتيو كتخدم 24 ساعة على 24 ساعة، راه ما جاتش. فهمتي؟ كنخدمو سيمانة، تخدم من 8 الصباح حتى 5 د العشية، سي بون، أنا هنا راه حنا مزيانين، كناخد روبو ديالك. ولكن السيمانة اللي كتضرب الليل الأخرى، حيت كنديرو سيمانة ماكسيموم كتخدم الليل، كتخدم من 5 د العشية حتى 8 الصباح. يعني فايت 8 سنين. يمكن لك شوف، يمكن لك تمشي لأي ستاتيون ديال أفريقيا أوفيسيال، كنهضر لك شركة أوفيسيال، يعني ماشي ديال مولاها ولا. غادي تمشي تسول شي واحد تقول لي خويا معايا غادي يطلق مثلا، بغيت شي حاجة معايا غادي يطلق. كيجاوبك. يقول لك ودي انا نخرج مع الخمسه الا جيتي عنده بالنهار، ولا جيتي عنده بلا شيء يقول لك خرجت 8 الصباح. فهمتي؟ وحنا باش نتقلبوا من السيمانه للسيمانه، مثلا نكونوا السيمانه ديال النهار خدموا من 8 من 8 للصباح. ثلاث كذلك الاربعاء الخميس، ملي كيوصل الحد خصنا نتقلبوا، كنوليو ضاربين 24
باش نهار الاثنين الضرب فهمتك من 8 ديال الصباح حتى ل 8 ديال الصباح ديال نهار الاثنين وغتمشي ترجع مع الخمسه باش تقلب السيمانه ديال الليل. يعني 8 ديال الليل حتى 8 ديال الصباح غادي تجي من 8 ديال الصباح حتى ل 8 نهار نهار الحد كنخدموا من 8 ديال الصباح حتى ل 8 ديال الصباح ديال الاثنين وغادي تلقاو ندفعوا الحساب اقسم بالله غندفع الحساب وفي الخمسه تكون تما وتيجي سيدي واحد كونترول سيدي تيقول لك انا كونترول وتيجي تيقول لك اللي لقاو هنا عارف دابا هادشي باش باش حنا خايبين تيقول لك مثلا حنا كندايرين بيناتنا كنكوبيو مثلا من 12 لوحده لوحده مثلا كتنقص الخدمه كيمشيو مثلا واحد ولا جوج يكوبيو ونوضوا الاخر مع اربعه مع اربعه لسته ولا سته ونص حيت كتكون الخدمه وتيجيو تيقابلنا الناس تيري عليك تيجري عليك ولا لقى لك السبه هي هذيك هي السبه ديالك يعني 24 ساعة ما عندكش حق الناس فهمتيني؟ انا ما هادشي اللي كاين الدراري اللي كاينين هنا كامل تيسويهم كيسولوا افريقيا كتعامل مع الدرسوني هكا حنا تنقول لك اللي كيكونوا وصل مزيان اللي كيكونوا في وصل في لوتوروت كيخدموا من 8 الصباح ل 8 ديال العشيه هادي ما كاينش عندهم ترونسبور ديالهم تيوصلهم جوج جروبات جروب كيخدم من 8 الصباح ل 8 ديال العشيه الاخر كيخدم من 8 العشيه 8 الصباح هكا كتكمل السيمانه اخويا اش غنقول لك هو عرفت عرفت هادو انا والله ما نكذب عليك انا فرحت ما عنديش ربح ونقول لك بنادم علاش راه شحال من واحد حضرت البنادم خدام معايا خدام معايا فاصون اخرى ماشي اللي خدام بها مشات ثلاث سنين ديال الحبس علاش لحقاش صرف شي بونات ديال المازوط اللي مكلف اللي جاي هما اصلا ديال الدوله كيفاش نو دار؟ صرف البنادم موظف البونات ديال المازوط يعني البونات ديال المازوط بلا ما يعطاه المازوط عطاه البونات وعطاه فلوس عطاه الفلوس كنصرفوا هذه الفلوس هذه بورسونتاج ديال 10% البومبيس كياخذ 10% يعني 1000 درهم كياخذ من الدولار اذا كانت ها انت فهمت شدوه من جاو تحاسبوا معاه ومن شافوا ذاك البونات فين دايزين دايزين في الستاسيون الفلانيه فين طق قلب الورقه وقع فيها السيجنيتور ديال بومبيس لي فري معانا طفى 3 سنين ديال الحبس 3 سنين مسكين ديال الحبس على 2300 درهم و12 ساعه ديال الخدمه اش غادي نقول لك بزاف لا هادشي كيحرق والله حتى بصح هادشي اخويا حسن كيحرق بزاف حنا ما كرهناش يعني كدير مثلا لا قدر الله الا رجعتي الفيديوهات تلقى واحد الدري سميتو سفيان راه كان مشى حتى لاخر ودا ولادو حدا اكوا اكوا اللي كاين في عين السبع حدا الدوزان وقف قال لهم ما عندي ما ناكل جريتو عليا علاش حيت جا كونترول شكا عليه قال لي ودي حنا محضورين هذا غير كونترول شكا عليه قال لي ودي حنا محضورين وقفوه نهايك انا ما كرهتش اقسم بالله تيقول لما تات هاد المره الاخرى اخنوش اخنوش غادي يمشي للحسيمه للمرصه ديال الحسيمه فقط الخبر غيمشي للمرصه ديال الحسيمه هو انا كنت في بلاصه قريبه لتما حيت انا كنت ديك الساعه في المهم بلا ما كمل كمل مشيتي بغيت تشوف اخنوش انا لا حيت انا العطل ديالي قريب لديك المدينه مشيت باغي نشوفه باغي نتلاقى معاه وكان كنتمنى نهضر معاه حيت هادشي راه ما نقول لك هادشي راه ما فراسوش هما شي يديروا لي بها لانه فراسو حيت كلشي تيبينو مزوينه كيجي شي واحد مسؤول غير هاد المدير العام اللي كيجي كيفرجوا ليا بالزبيب وكلشي مزيان وكلشي مخير كلشي محسن كلشي كيكون جاي اللي كيكون شي مدير العام ولا شي حاجه بحال هادشي ديال بحال هادشي اللي كيكون دير المالي كيقادوا ليه وفرجوا ليه كذلك نعم هما يخلوك توي اول شي واحد يقرب ليه ولا اول شي واحد يهضر معاه مثل معاه ما والو وقف في الطوب ديالك اش غادي نقول لك اخويا انا ضريتيني في قلبي والله العظيم فهمتي كنتمنى لا لا حنا ما بقاش وقت يعني كنقول انا لو يا ريت انا باغي نبدل باغي نبدل الخدمه هذه باس ولكن ما كرهتش نكون انا ضحيه باش يستافد واحد اخر راه كنقول لك انا الناس خدامين فيها واكلين فيها طرد الخبز راه بولادهم ماشي ديال التصراف راه يقول لك سكت الكذاب في واحد شي ستاسيون ما تيصرفش لعباد الله وراه هي حرام كيفاش كيصرف يعني كيسرق لعباد الله تيصرفوا البونات كاين البونات ويتصرفوا كاين البونات ديال الدوله ديال الدوله اللي الدوله كتعطيهم مثلا الجماعات المقاطعات العماله الولايه وكذا كيجي عندك بنادم تيعطيك البون تيلوح لك وتتصرف له صافي هذيك بيان سور انت غادي تجيب معاها 100 درهم غتخدم وقيله 16 ساعه الله يعطيك فيها شي 82 درهم
كتصرف ليه بكل فرح وسرور. كذلك لي كارت كذلك المجموعه ديال الطرق مجموعه الطرق كتشد الضوء. انت كانسان عامل في الشركه ديال افريقيا يعني كبومبيس في الشركه ديال افريقيا, وباش كتنصح الناس انهم يقاطعوا ولا يرجعوا؟ ما قدرش نقول ما صافي ما قدرش نقول هذا فهمتي. خليك ماشي يقاطعوا قطع خليه فهمتي, ما يمكنش تجر لي انسان بحال هكا بصح يمشي يعرفوا شي واحد. ولكن قافيه سيستم مونيتير كامل في شكل. غادي نشوفوا الميساجات ديال الاخوان الاخرين حسبي الله. قافيه والله الا قافيه فهمتي خويا ديال لا سوسيتي دو غافيناج سامير علاش مسدوده هذه 3 ans كيخلصوا الخدامه منين كيجيو الفلوس علاش ما خدموش على سوسيتي باش لو كو ديال الكازوال ينزل علاش كيجيبوه من برا. اخويا ماريو راه هادشي بزاف يجاوبنا شي حد على هذا السؤال علاش لا سامير مسدوده. سؤال اخر ملي سامير سدوها المغاربه كلهم سكتوا ها هما دابا كلشي يعرف القيمه ديال الغافينغي ديال الغافينغي في البلاد. جاوبوا هذا الصديق اللي كيطرح التساؤل كيقول لك علاش شركة ديال لا سامير اللي 3 سنين هذه اللي هي في المحمديه اللي كانت شركه ديال تكرير النفط 3 سنين هي مسدوده الناس ديالها كيتخلصوا منين؟ شي واحد ياكد المعلومه واش الناس ديالها كيتخلصوا وشي واحد يقول لك علاش مسدوده. هادشي كيدار في الخاطر لازم بون جو سي كوميرسيال داكور صديقي. فتنا الحليب دابا غادي ندوزو للماء يعني مورا ما هضرنا على الحليب وهضرنا على المازوت بغينا الاخوان الموضوع ديال الماء كيفاش واصل 6 درهم لتر وعلاش من قبيلة ما بغيش نتفرج باش ما نمرضش. وي الو وي السلام عليكم. السلام شكون معايا يا صديقي؟ مرحبا شكون معايا شو سميتك شحال في عمرك؟ في عمري شي 40 عام. في 40 سنة مرحبا بك أستاذ. علاش كنت باغي تهضر؟ أنا سيدي الموضوع ديالكم ديال هادشي ديال المقاطعة. وي ديال هاديك القضية هادو. إيه شنو هو التدخل ديالك اللي كان عندك؟ التدخل ديالي أخويا فرض عليك أنت أنا نسوقك دابا أنت. إيه أنت من الموقع تسولني أنا نسوقك أنت. هادشي ديالي ولا مديرش؟ أنا بالنسبة ليا كرأي شخصي هادشي كيبان ليا مزيان. مزيان؟ إيه واخا دوك الناس دابا اللي غيبدلو فيهم ساكن شكون اللي غيوقف حداهم شكون اللي غيبقى شكون اللي غيكون معاهم؟ ايه في السن ديالك كيفاش؟ ندوي على صحاب الحليب دوك. دوك الفلاحين ساكن الصوار اللي غياكلوا العصا دوك ما رضيوش يشدوا البال الناس اللي خدامين في الشركات ما رضيوش يشدوا البال انت. لا هو باش نفهم واحد الحاجة الا جينا نهضروا على هاد الفئة شحال ديال الناس غادي يكونوا 10,000 12,000 ولكن ما تنساش بان دوك 10,000 ناخذوا فيه وي واحد. ايه ناخذوا داك واحد إيه؟ اللي مسكين نقولوا عاد تزوج نقولوا خدا كريدي نقولوا مرتو حامله غتولد ويجي الباترون يقول لي سمح لي راه ما كايناش خدمه. ايه واش داك السيد دابا انت هذاك واحد في المغرب كامل الا طلع ليه طونسيون مسكين ومرض وهذا وتشلل ولا سميتو ما يلقاش فيك انت هذاك واحد بوحدو. واخا هاد 30 مليون مغربي اللي بنادم مسكين كيربح 30 درهم في النهار وعنده الوليدات والحليب اللي كتاخذوا شركه وكل عام كتدخل الملاير ديال الملاير ديال الارباح وكيجي واحد فقير مسكين ما عندوش وكيشري ميكانيسيون شي واحد وكيشري الحليب ب 7 دراهم ومفروض عليه ما كيبقاش فيك انت. واخا يبقى فيا مزيان نسولك عاوتاني واحد السؤال. اها نقول شحال كتشرب ديال الحليب انت في النهار مثلا انت بوحدك؟ انا بوحدي نقدر نشرب ايترو في النهار. شوف انت سمح لي على هذا الاسلوب هذا ولكن غيكون اسلوب نقاش صافي باش غير نكونوا مزيان. غتكون كتشرب دابا انت ايترو الحليب ياك؟ تقريبا في رمضان كنقدر نشرب ايترو الحليب. في رمضان؟ من غير رمضان شحال كتشرب ديال الحليب؟ نقدر نهار ما نشربش الحليب نقدر نهار نشرب ايترو ونقدر نهار نشرب نص ايترو على حساب. انا كنقول مخير عاده كلها كتاخذ ايترو الحليب. المخير ترو الحليب كيديروا الفطور في الصباح العشيه كاين الناس كيشربوا سميتو كيشربوا هادي. ايه ايترو الحليب دابا شحال كيدير؟ 7 دراهم. ايه 7 دراهم 7 دراهم 3 دراهم الى حليتي نصفر الحليب زدت عليك 50 فرانك 50 فرانك على 50 فرانك جمعية تولي درهم درهم انا نولي نعرض عائلات للتصرف على درهم انا يمكن لا هو باش تفهم واحد الحاجه. شنو اسمك الله
حسين. سي حسين سي الحسين واخي باش نفسر لك السي الحسين. هاد المقاطعه هاد المقاطعه ما مديوراش على داك المواطن الفقير باش تفهم مزيان، ولا داك الفلاح ديال مول الحليب، هذاك الفلاح المسكين اللي كيبيع الحليب هذاك المسكين خاسر. واش اللي كيبيع حليب بجوج درامونس ولا ثلاثه درامونس غادي يربح؟ شحال كيوكل هاد البقره؟ هاد المقاطعه مديوره على بزاف ديال الحوايج، مديوره على ان سيستم مونيتير كامل فهمتي، مديوره على واحد الراسماليه متوحشه اللي كاينه في المغرب واللي كتنهب في المواطن من جميع الطرق، مديوره على ليسونس اللي داير 10 دراهم، مديوره على الزيت اللي غلى، مديوره على بزاف ديال الحوايج. اليوم كتلقى الانسان عنده 2500 درهم راه مغاربه وقريب ياكلوا بعضياتهم. هاد المقاطعه هذه هي ثقافه ديال الشعب وكنتمنى يستمر فيها، لان راه بصح راه الا كنتي عايش في شي مغرب واحد اخر، الا كنتي عايش في شي مغرب واحد اخر ما كرهناكش توريه لينا حتى حنا نبداو نفكروا ونقولوا ويلي على درهم على جوج درهم. ما كرهتش زعما انا شخصيا ما كرهتش توريني هذا المغرب هذا اللي عايش فيه نتايا، لا خصنا نكونوا مزيانين هي، ولكن راه كاين واحد المغرب واحد اخر اللي فيه بنادم مسكين راه ما عندوش، بنادم راه هذيك درهم في النهار ولا جوج درهم في النهار زيده فيه، بنادم مسكين اللي كيشري الماء ب 6 دراهم والماء هابط من الجبل راه زايده فيه. راه الا جيتي تشوف راه هادشي ما بغيتش نهضر فيه، الا جيتي تشوف لي شي فخضه فيغ ديال رجال الاعمال شحال زاد العام اللي فات مقارنه مع المواطن المقهور راه واحد فرق كبير. واش هاد المقاطعه هادي اراده شعب ولا كاين شي حاجه اخرى؟ شي حاجه ما بيناش فرق كبير يعني كاين شي حاجه تما هادي والحليب ما تزاد يجي واحد النهار شحال نخطر على الخطوه الافريقيه الخطوه الافريقيه واش هاد الشيء قصدوا به شخص تاسو هذا الشيء خاص يكون مفهوم، خاص هاد الشعب خاصو يفهم فهمتي، لانه واحد اللي جالس انا كنقول لك تلقى واحد جالس في الكافي جالس في القهوه شاد قهوه كحله وكيجي كيقول لي اصحابو لا خاصنا نقاطعو وجالس كيضرب في الكارو الله يعفو على اي واحد انا براسي كنعني انا براسي كنعني كاين نقص الموضوع غيناقش داك الموضوع بسحاد دراهم 8 دراهم هذا غير ديال الكارو وقالت كيقول لا راه بزاف زاد 10 ريال زاد 20 فرانك يا ودي لا شوف علاش انت غتحاسب مع المواطن فاش غيخسر فلوس وهو بغى يلوحها كاع بغى يحرقها، ولكن كشركات راه ميمكنش فرنسا اللي فيها السميك ديال مليون ونص كيتباع فيها الحليب ب 4 دراهم والمغرب اللي ما عندهاش حتى السميك وكيتباع والشركات كيستغناو، شركه اللي بورسونتاج فرونسي كتجي تستغنى من عندنا. هذه الحاجه الاولى. هي الحاجه الثانيه واحد السؤال مهم نجاوبك عليه اللي باش ما ندخلوش داك التشويش ديال هادشي سياسي ولا لا، انا كنت اول واحد كنت ضد الحمله سي حسين اسمع لي جاوبك على هذه غادي نجاوبك على هذه ومن بعد ندوز. كنت اول واحد كان ضد الحمله بشهاده الناس كتبتها قلت لهم انا ضد واحد الحمله ديال العدل والاحسان ديال البي جي دي ديال العداله والتنميه اللي دايرينها ضد واحد الناس، انا كنت ضد، انا راه كتبتها في فيسبوك عندي. جاوا سيدي شي شباب جاو دي جوني باش نكمل لك، جاو نقول لك واحد الجروب فيه تجمع ديال لي زادمين ديال لي باج ديال المغرب كامل، جاو عندي هضروا معايا قال لي خويا ماريو راه والله العظيم ما كاينش عداله وتنميه ولا شي حاجه، راه غير حنا الشباب اللي دايرينها. ملي دخلت الجروب ايفيكتيفمون الدري اللي بدا النهار الاول ها هو كيتفرج في اللايف، الدري اللي مصيفط هي لادمين ميساج قال لي اخويا راه تقهرنا بهذا الثمن بهذه، الدري جناد لادمين حط اقتراح في واحد الجروب، جات الموجه ديال الشباب كلشي كاعي كلشي كيقول لك راه ما يمكنش افريقيا شحال كتربح، راه ما يمكنش سيدي عليها صاحبي ب 6 درهم، راه ما يمكنش الحليب ب 7 درهم، اما سياسيا وداك الشيء راه ما منه حتى شي حاجه باش نكونوا واضحين، راه ما كايناش كاع نهائيا. وي خويا حسين كنسمعك. كيما قلت لك قبيله قطع عليه اي يا صاحبي ونهضروا بصح. هذا منهم عنده 0.61 قال دابا نهضروا بصح الاخوان فهمتي، راه فعلا فهمتي، راه الا كان شي واحد كيشوف شي حاجه واحده اخرى. انا اكثر واحد ضد العداله والتنميه فهمتي، انا ماشي ضدهم انا كنكرههم، كنكره شي حاجه سميتها العداله والتنميه، كنكره شي حاجه سميتها العداله والتنميه نهضروا بصح حيت كيضحكوا على المواطنين وكيضحكوا على الشعب، كنكره شي حاجه سميتها العداله والتنميه، ولكن انا مع الشباب فهمتي. انا ما كنستعملش الحليب وما عنديش طوموبيل باش ندير المازوت صاحبي، راه ماشي ضروري تكون عندك طوموبيل، على الاقل المقاطعه تكون شكليه، قول لواحد اخر عنده طوموبيل. ندوزو لي زابيل واحد اخرين. البطاله في الجهه الشرقيه نهضروا على هذا اللايف، انا وليد خدام فيها. اوكي انا غادي ندوزك دابا
حسن من دوش ولا كيفاش؟ اوكي اوكي انا غندوزكم الدراري. قال لي باغي ندوز غير شويه عليه، راه باقي عندي هنا الناس ندوزهم انا ملحان، وتندوز الملحان وش هذا وغادي نشوفه. اوكي وبين كاع ما تجاوب، لا حتى الطرف الاخر، حتى الطرف الاخر عنده الحق يتكلم ويدافع، غير هو غير هو فهمتي، ما راه 2018 راه الشباب المغربي ولا بعقله ولا واعي فهمتي، ما يمكنش تجي وتقول لنا لا الفلاح الفقير، الفلاح الفقير سيدي هز حليبك وجيبو للمدينه، خسر عليه طاكسي كبير وهبطو للمدينه، ما كاينش اللي يقول لك لا. اي مواطن كنشوفو اليوم مستعد يشري من عند الفلاح بخمسة دراهم لتر. ماري خويا عيط ليا الله يحفظك. اوكي نشوفو هاد الشخص هذا شنو بغا. كاينين بزاف ديال الناس باغيين يشاركو، وكاينين بنات باغيين يشاركو كذلك. اوكي محمد سي حسين سميتين والو شهر طافي الرقم ديالو، اذا ندوزو شي ابل واحد اخر على الله عند اي واحد بغى يهضر. شكرا لكاع المشاركين فهمتي، لان في اخباركم يعني وليت كنتفاجئ بمستوى الوعي عند الشباب المغربي. كنت كنتسنى ان اللايف كان غادي يكون فيه تخسر الهضره ولا داكشي، يعني لحد الان ما شفت ولا مغربي وما كنبلوكي حتى شي واحد، ولا شاب ولا شابه خسرت الهضره. لي زابيل كذلك كاع الشباب، المغرب بلاد زوينه والثروه اللاماديه هي الشباب المغربي، وفعلا المغاربه باش كتعطيهم شي حاجه ديال المعقول كديجون كتفرح صاحبي، باش كتشوف هاد الدرجه ديال الوعي اللي ولات عندنا شي حاجه اللي هي رائعه. والاخوان الاخوان كاملين، شكون هذاك اللي هضرتي عليه قبيله؟ ما كنبغيش نسمي ولكن غادي نسمي فهمتي، ما حد نيشان هضرت على حماده الشروقات، على حماده الشروقات هو اللي هضرت عليه قبيله، وماشي مشكل وصلوا هاد الهضره هذه اللي غنقول عليه فهمتي. انا ما انا من عهدي يمكن فيا بزاف ديال الحوايج خايبين فهمتي، فيا بزاف ديال الحوايج خايبين، ولكن على الاقل ماشي منافق فهمتي، ماشي منافق نهائيا. كنجيب بنادم فاس حماده الشروقات، راه كان الفيديو ديالو مليوح في واحد الجروب، جا عنده واحد قال لي خويا حماده الله يحفظك انت في فرنسا الى اخره، عافاك لما تعاون معانا، عافاك لما تعاون معانا بارطاجي الحمله. مشى بارطاجها في لاباج الثانيه ديالو، قال لي خويا لا انا ما نقدرش ندخل في هذا الشيء، راه هذا الشيء هذا، راه هذا الشيء هذا، راه هذا الشيء هذا غادي يخرج عليا، وانا كنا كل طرف ديال الخبز من ديك لاباج. حماده ملي كنتي كتبكي ما مشات ديك لاباج كل يطلعك بصح، ملي كان كيبكي انا الاول في الشهر اللي بدا ليا بارطاجيتو، انا الاول بارطاجيت لاباج ديالو، وكانت بقى واحد 3 دولار ولا 4 دولار عندي في لاكار سبونسوريزيت، حيت ملي شتو كيبكي بقى فيا. علاش اصاحبي علاش؟ وما اكثرهم، ولكن ما تنساش اخويا حماده راه كيف ما هزك الشعب نهار الاول راه يقدر يقاطعك حتى انت فهمتي، بحالك بحال بزاف ديال المواقع اعلاميه فهمتي. هادشي علاش النهار الاول راه هزك الشعب، راه هزك الدراري ديال كازا فيزا، هزك الدراري ديال وافو، هزك الدراري ديال شارلي بالدارجه، هزك الدراري ديال واتساب فيديو، هزك لي باج ديال المغرب كاملين. نهار كيوقفوا عليك كيقول لك اودي ترجل معانا، اش قلتي؟ بحال هكا قالها، قال لهم سمحوا لي انا هذيك لاباج كنربح منها الفلوس ما غاديش ندخل في هادشي هذا. وما اكثرهم، شي تحيه شو سميتو كاع، تحيه للامين رغيب صدق، واخا عارف راسو يقدر يدير اشهار شحال من حاجه، ولكن نهار احتاجو الشعب ما وقفش، ما وقفش فهمتي، ما وقفش، جا قال لي جا هو بارطاجا ودار فيديو وقالها. تحيه سكيزوفران كذلك، تحيه لكاع الدراري اللي في الاخر قال لك ها حنايا، ها حنا الاعلام البديل بصح، حنا اللي واقفين معاكم بصح. والحاجه اللي زوينه في المغاربه انه ما كينساوش. تورقوا بالصحة اخويا حمزة. الو الو شكون معايا؟ الو هو هذا شكون معايا؟ شكون معايا؟ دابا شوف دابا كاع ما تجي مني بالك هذا المغرب كامل مشى، كاع ما تجي حتى الاخر وتقول انا راه طالع، انا راه مع الشعب، انا راه مع هادي. اهلا وسهلا شكون معايا؟ شو سميتك شحال فهمك؟ السلام عليكم، معك فاروق نافير. فاروق مرحبا فاروق نافير الله يحفظك، واحد من نسموك من قياد الحمله واحد من الناس اللي بداو الحمله على الفيسبوك، جابك الله نيت، واحد من الناس اللي بداو الحمله في هذاك الجروب على الفيسبوك.
مرحبا بك. اولا بغيت نشكرك اولا على فاش كنت تراجعتي على اللعيبه فاش عرفتي الحقيقه ديال الامور. بغيت غير نوضح اولا الحمله راه بداو غير شباب ما عندنا لا توجه سياسي لا اتحاد. فاروق خويا فاروق غير باش نوضح للناس 30 ثانيه فاروق نافع من الناس اللي كانوا في ذاك الجروب من الناس اللي بداو الحمله نهار لحش هذاك لهذيك اللعيبه ان المقاطعه حيت العداله والتنميه هو براسو جا عندي قال لي ماريو دخل تشوف ملي دخلت شفت لقيتهم فعلا شباب داك الشيء اليوم انا معاكم سلم اخويا فاروق كيفاش المهم في الاول انت كان كيصحابك بحال بزاف ديال الناس اللي دابا المشكل ديال المغاربه هو انهم كيكونوا غير كيشوفوا شي حاجه تشاش وكيحكموا على الحاجه فهمتي. دابا الاغلبيه عرفوا بان هذه الحمله هذه بداوها الشباب. قلنا شنو الحل اللي ممكن يكون خرجوا الشارع. الخروج ديال الشارع كل شيء ولا كيديروا وما كيعطي حتى حل ما كيعطي حتى نتيجه فهمتي. البوفوار اللي عندنا هو الويب المغربي هو الفيسبوك يعني هذا الفيسبوك هذا في الله سبحانه استغلوه كنصبحوا كل صباح صريحة فلان صحافة المرقة شوف شو هاتي في وديك تخرب ما كيد في ما بوالو علاش ما نستفدوش حنايا يكون عندنا واحد بوفوار ضد الحكومة ضد هذا باش نوفروا شنو كنقولوا نوفروا الحقوق ديالنا أبسط الحقوق ديالنا اللي هذا راه حقنا إذا كنا كنقاطعوا شي شركة ولا هذا راه من حق المستهلك. يعني ما حد الجمعيات ديال حماية المستهلك ما كدوش علينا. الحكومة مني كنتوجهوا ليها ما كيزيدوا لك 50 درهم في السمية 10 درهم فهمتي تخربيق. يعني من الأحسن أنه الشعب اللي كان مغلوب على امره كما كتبت شويه اللي كان مغلوب على امره ولكن دابا مابقاش مغلوب على امره شاد الشباب اللي كانوا كيقولوا عليه جيل قمش هاد الشباب هذا هو اللي غادي يقمشهم نيت في الكروش ديالهم مزيان. وعندنا بوفوار وكنقول لك الدراري انا بعدا وقت ما كنتلاقى مع شي واحد سواء راجل كبير سواء اللي كان كنقول ليه انا قاطع وكنشرح ليه بالتفصيل بان هادشي راه ماشي سياسي وماشي عندنا شي خلفيه في شكال ولا دايرين شي شركات اخرين مسخرين ضد واحد الشركات هذا هو الهدف ديالنا. احنا الهدف ديالنا هو اننا كاملين نعيشوا العيش الكريم ونعيشوا بخير هذا هو الهدف ديالنا. فقط الحمله شحال وين نديروا فيها هذه الحمله هذه غادي تكون تقريبا تكون دابا شهر ولكن في حاله ما كانش واحد الاستجابه ديال هذا الشيء وما زعما ما داروا بحال احنا زايدين نقصر غادي يكون التمديد هذه حاجه باينه. شنو هما المطالب ديال الشباب اللي بداو هذه الحمله المطالب ديالهم ان هذا الشيء يرجع كما كان الاثمنه يكونوا كيراعيوا الطاقه القدره الشرائيه ديال الشعب ديال الطبقه الكادحه والمتوسطه حتى الطبقه الكادحه والمتوسطه بعدا الطبقه المتوسطه راه قريبه تحيد لينا من المخطط ديال الاقتصادي ديال البلاد يعني الطبقه المتوسطه قريبه يمسحوها من الكره الارضيه صافي تولي الطبقه الكادحه الطبقه راقيه اللي ملعقه فهمتي. شي من الحوايج اللي كنشوف اليوم انه واخا ما كاين لا صحافه واخا ما كاين حتى شي حاجه واقفه مع الشباب لا فنانين لا بنادم مصور لا حتى شي حاجه غابيناتنا دايرين اعلان بديل دايرين المقاطعه دايرين كلشي غير بينا فوالا شوف حنا موالفين هذا الشيء حنا موالفين ديما الحاجه اللي فيها الصلاح لان ما كيكونش فيها واحد لونغاجمون فهمتي. اللي كيقول لك انت هاد الصحافه اش رابحه معنا حنا الا درنا المقاطعه بالعكس غادي تخسر حيت ديجا هما كيربحوا من الاشهارات فهمتي. يعني اصلا هما كيتقتاتهم الاشهار ما يمكنش انهم هذه باينه هذه على انهم غادي يوقفوا معنا فهمتي. ولكن كاين شي صحافه راه ما بغاش كاع تطرق راه واحد الباج ديال واحد الصفحه ديال بلا ما نقول السميه ديالها حتى شافوا لي جنب بداو كينقصوا باش طرقوا قال لك حكا وقالوا داروا الحوايج ستوندار فهمتي هذيك اللعبه ديال راه حنا مع هادو مع هادو فهمتي. زيد الروابط زيد اليوتيوبرز المغاربه ما وايه دابا علاش حيت كلشي كيسترزق منهم فهمتي كلشي كيقلب على السبونسور كي فهمتي راك عارف اللعبه كي دايره فهمتك ايوا كنتمنى من الشباب انهم يبقاو في المقاطعه لمده هاد الشهر كامل حتى ينقص الثمن بصح حتى ينقص وغادي تكون غادي تكون مطول وكنطلب من كاع الدراري فهمتي كلشي وقت فيه كنت يوقف راسك الدرب
لي راه تصور دابا الرجاله كبار، واخا كاين دابا واحد النوع ديال الرجال الكبار اللي باقي عندهم هذيك ديك الخلفيه ديال كياكلوا بسكوت، ياك تصور طرف الخبز صافي كولوا شرب بسكوت فهمتي، ولكن دابا كاين واحد الوحدين ملي كيشوفك اقسم بالله العظيم تكيبوش كيقول لك ملي كدوي على المقاطعه ولا شي حاجه عند مول الحانوت، واحد السيد رجع القرعه قال لي قال لي عطاني واحد القرعه اخرى، عطاني ماركه اخرى، قال لي انتم الشباب ديروا شي حاجه اللي ما قدناش نديروها وغادي نوقفوا معاكم فهمت يعني، بحال هذيك اللعبه كانوا باغيين، كاين كان واحد الوحدين من واحد الجيل لا على الاقل على الاقل الدراري نهضروا من الاخر فيسبوك حمضنا واحد شويه، شاهدت شاهد فيديو ديال واحد ناس مع وحده شاهد فضيحه فلان مره في شهر في العام، استعملوه كوسيله للضغط فوالا، وهذا البوفوار هذا فراس كي خسرنا هذه المعركه هذه عمرنا نقدو نهزو الراس اكزاكتوم فهمتي، عمرنا غادي نقدو نهزو الراس الا تراجعنا خطوه واحده اللور عمرنا نقدو نهزو الراس. ايوا كنتمنى لكم التوفيق، على معكم قلبا وقالبا، شكرا لك وشكرا لك شكرا بزاف يا ماريو، الله يحفظك يا صديقي، وشكرا وشكرا لك بزاف، راني عارفك رجل، شكرا لك يا صديقي شكرا لك يلاه تهلا لي فراسك اخويا فاروق. الاخوان شكرا لجميع الناس اللي تابعونا، كان لايف رائع يعني من اللايفات اللي كيبورسوا اللحم باش كتشوف الشباب المغربي بهذه النسبه ديال الثقافه ديال الوعي، اللي كيقول لك داك الرابور ديال التيفلو والدراري نساو، راه نتوما اللي كتردوا بنادم مشهور، نتوما اللي كتهبطوه. شكرا لكم بزاف، شكرا لكاع الناس اللي بارطاجاو، شكرا للناس اللي ما تفرجوش هذا الفيديو في فيسبوك ديالي وغيتفرجوا فيه في يوتيوب. دابا كاع دوك الناس اللي كيهزوا يلوحوا الفيديوهات هزا لوحوا في يوتيوب، وغنبقاو مقاطعين تينقصوا في الثمن. شكرا لكم الاخوان، بونوي.